لا هو انا ما حطيتش اللي حطيته ما يغطيش الدرجات بتاعت الامتحان عشان يبقى كفايه. ف انا في حاجه اعتقد برضو كان ممكن تكون عامله مشكله في الصوت هقفلها. حضرتك ممكن تخلي الباقي بونص. اخلي الباقي بونص على طول. لا هو كفايه المشروع بيدي زقه جامده لاعمال السنه يعني. ف دي احنا محتاجين درجات. بس مشروع مكلف يا دكتور. المشروع مكلف. طيب يعني لا ان شاء الله ما يبقاش الحاجات اللي تخليكم تجيبوا الدرجه النهائيه فيه مش هتبقى مكلفه ان شاء الله. دقيقه واحده بس، انا بفضي بقفل الامتحان عشان انا بشير الشاشه. دقيقه واحده شير نشير بقى بالغلط كده، شير بالغلط اي حاجه. طيب فين اللي هو المفروض اقوله؟ ويندو اتش. طيب تمام كده، انتوا المفروض شايفين الشاشه بتاعت المحرك صح؟ تمام. طيب احنا كنا قلنا المحاضره الامتحان هيجي لحد المحاضره دي، وكنا قلنا انواع الانتنز طريقه المتقسمه بيها، وبعدين اتكلمنا شويه على الوايرز، اتكلمنا على الدايبول وده اللي كنا بنتكلم عليه من اول السنه، وبعدين خدنا نوع تاني اللي هو المونوبول، اتكلمنا على الايمج ثيوري وازاي ممكن نستخدمها عشان نانلايز المونوبول نحوله لدايبول تمام، وبالتالي يبقى نوصل ان الكاركترستكس بتاعته هي زي الكاركترستكس بتاعه الدايبول. السلايد دي انا ما اتكلمتش عليها في المحاضره، فمش هفترض ان انتوا هتعرفوا اللي موجود فيها من غير ما اتكلم عليها يعني. كان شريف بيقول لي ازاي دي في الامتحان، واحنا قلنا الامتحان هيقف لحد الاسبوع اللي فات. هو انا كان قصدي الامتحان هيقف على المحاضره دي بالسلايدز بتاعتها يعني، بس يعني هديكوا هنت عن الموضوع وما تقلقوش يعني. الناس اللي ما حضرتش ما تبقاش خايفه يعني، دكتور اسلام قال حاجات المحاضره دي وجت في الامتحان وبتاع، ساعات بيبقى عليكم كده حاجات غريبه شويه يعني. فالفولد الدايبول هو عباره عن اللي انا عايزكم تعرفوه النهارده يعني، لحد ما ممكن يبقى لو كان في وقت نتكلم عليه شويه بعد الميد تيرم، ان هو عباره عن دايبول انتنا بس هو كملنا اللف بتاعه. انتوا شايفين الماوس بتاعه ولا مش شايفين؟ انا شايفين. تمام. بحيث ان هو بقى مقفول تمام، يعني السورس موجود هنا بدل ما هم دراعين بس، لا كملنا لفينا قطمنا الدراعين دول في الاخر ووصلناهم بحيث ان هو بقى عامل زي اللوب بس متبططه، عايزين تبصوا لها كده، او كان دايبول بس بدل ما سيبنا دراعاته مفتوحه لفيناها وقفلناها على بعض بقت شورت سيركت عند النقطه اللي في المواجهه دي تمام. الميزه الاساسيه بالنسبه للفولد الدايبول ان الامبيدنس بتاعته 4 أضعاف الامبيدنس بتاعه الدايبول المناظر، يعني لو لاند على 2 دايبول الامبيدنس بتاعته 73 اوم، ده الامبيدنس بتاعته 4 أضعاف بتاعه اللاند باي 2 دايبول العادي، في 4 في 75 تقريبا ب 300 تمام. فال 300 اوم ده كان رقم ظريف جدا بالنسبه للترانسميشن لاين تايبس اللي كانت موجوده وقتها اللي هي التو واير لاين، ما كانش الناس لسه عندها تكنولوجي ان هي بتعمل الكواكسيال، فكانوا بيعملوا الاسلاك اللي هي لو كنت قلت لكم عليها السنه اللي فاتت، الكابلات البيضاء المبططه اللي عندها حتتين بارزين كده اللي هم فيهم السلك النحاس، وبعد كده في حته مبططه في النص بتبقى ماسكه الحتتين النحاس دول على نفس البعد من بعض. حتى وريتكم صور ليه من السنه اللي فاتت، واللي فيكم يعني عصره ممكن يبقى شافه، اللي ما عصروش يعني هشوفه بس في الصور كده تمام. فده كان التيبيكال كاركترستيك امبيدنس بتاعه 300 اوم، فده كان فيري نايسلي ماتشد مع النوع ده من الانتنز يعني. طبعا بدل السورس اللي احنا عاملينه كسيركت سيمبل ده كان بيبقى السلكتين جايين كده على طول تمام، ومحطوطين في الغلاف اللي هو الابيض اللي احنا بنبقى عارفينه ده، وواصلين على الانتنة، هو 300 اوم اللاين 300 اوم، والانتنة نفسها الانبوت امبيدنس بتاعها واحنا واقفين كده باصين هنا كده شايفين 300 اوم برضه تمام. فكان اكن الانتنة المنظر اللي هم عملوه فيه ده اللي هو الفولدنج ده خلتها بتعمل الامبيدنس ماتشنج اوتوماتيك، فمش محتاج يعمل انذر امبيدنس ماتش لما يكون شغال مع التو واير لاين. طبعا لما الناس نقلت للكوأكسل كيبل سيستم بقى ملوش معنى قوي ان هو يشتغل مع الفولد الدايبول، الافضل ان هو يرجع تاني لحاجه شبه الدايبول او اي انتنا سيستم الامبيدنس بتاعته 75 اوم. فاللي انا محتاجكم تعرفوه النهارده او يعني للامتحان ان الانبوت امبيدنس بتاعته 4 أضعاف الامبيدنس بتاعت الدايبول، لكن طريقه الاناليسيس بتاعته يعني هي معقده شويه،
فمش هنتكلم عليها دلوقتي يعني, ومش طالبها منكم في الامتحان. تمام. احنا اتكلمنا على السبايرال انتنا وقلنا ان هي من انواع, او الهيليكال انتنا اسف, وقلنا ان هي من انواع الترافلينج ويف انتنز, وان الامبيدنس بتاعتها والدايركتيفيتي والهاي فايف بارك بيم ويث, الارقام اللي موجوده عندكم في السلايد دي ارقام الناس طلعتها قبل ما يبقى فيه كمبيوتر بروجرامز ممكن يعمل بيها فول الكتروماجنتيك سيميليشن. فدي كلها ارقام طالعه بناس برضو قاعده تحسب التكاملات وعملت لها شويه ابروكسيميشنز وطلعت الارقام دي للانبوت امبيدنس او انبوت ريزيستنس والدايركتيفيتي والهاف باور بيم ويث. تمام. وان النوع ده بيبقى البيم بتاعه بنسل لايك مش دونت, وبالتالي هي مش اومني دايركشنال لكن هي موجهه, والبيم بتاعها بيبقى ضيق, وكل ما طول السبايرال بيزيد كل ما الهاف باور بيم ويدث بيقل, يعني الانتنه بتبقى مور دايركتيف, يعني الدايركتيفيتي بيزيد وده ايه بيقل. تمام. ممكن لا احنا لما نتعلم الانتنا ثيوري سوري الري ثيوري قدام شويه ممكن تبص عليها بالطريقه دي, ان انت عندك عدد ان لوبس مترصصين على بعد معين من بعض, وكل لوب ما بينها وبين اللي بعدها شويه فيز شيفت, وبالتالي هتقدر تبص لها انها اري اوف سمول لوبس لو عايز تبص لها كده يعني. تمام. بس هي اكتشولي مش سمول, لان حتى اللفه الواحده بتاعتها مش لوب صغيره, يعني هو في شرط على السيركمفرنس بتاع اللوب ان يكون السيركمفرنس بتاع اللوب دي زي ما انا كاتب له كده كومنت تحت, ان هي تكون بتميجر 1 ويف لينك, فهي مش سمول. تمام. والبيتش المسافه اللي ما بينهم بتبقى في الرينج بتاع السبيسنج ما بينهم في الرينج بتاع لاندا على 4. فاحنا لما نتعلم الاري ثيوري هنفهم ليه هي لما بيبقى المسافه ما بين اللفه واللي بعديها اللي هي بنسميها الوايندنج بيتش او البيريد بتاعت اللف, يعني لما المسافه دي تبقى في الرينج بتاع لاندا على 4 وتكون اللفه نفسها السيركمفرنس بتاعها تقريبا 1 ويف لينث بتبرفورم بالطريقه دي. تمام. هنفهمها اكتر شويه لما ناخد الاري ثيوري. بس هي انت ممكن تبص لها ان هي مجموعه من اللوبس مترصصه على استقامه واحده او على اكس واحد. يعني مين, عمر ولا يوسف؟ ماشي تمام. ممكن بعد اذنك الاس دي اللي هي السبيس بتوين الترن ولا ايه؟ اس لاندا اللي هو السبيسنج ما بين اللي هي المسافه اللي احنا بنسميها البيتش او السبيسنج ده ما بين كل لفه واللي جنبها, بس مقسوم على الويف لينث. يعني لما بكون كاتبينها جنبها لاندا صغيره كده معناها ان هي نورماليزد الويف لينث. فلو احنا بنتكلم على ان مثلا اللي هنلف الانتنه دي بحيث ان المسافه ما بين السيركل او اللوب واللي بعديها او الوايندنج واللي بعديها لاندا على 4 هتبقى اس لاندا دي ربع. تمام. ولو كان السيركمفرنس بتاع اللفه 1 ويف لينث يبقى اللي اسمها سي لاندا دي هتبقى 1. تمام. يعني ده السيركمفرنس متناسب للويف لينث ودي السبيسنج متناسبه للويف لينث. تمام. وبالتالي لو احنا بنتكلم على ان عندي سبايرال انتنا السيركمفرنس بتاع اللفه 1 ويف لينث الانبوت ريزيستنس هتبقى 140 اوم على طول. تمام. لو الويف السيركمفرنس قل شويه عن كده الاكسبريشنز بتفضل فاليد, بس هو زي ما انتوا كاتب لكم في الكومنت كده ان الفاليديتي بتاعه الاكسبريشنز دي يعني الاكيرسي بتاعتها بتبقى مضمونه لو انا حوالين 1 ويف لينث وحوالين كوارتر ويف لينث سبيس. تمام. كل ما ببعد عن ال1 ويف لينث والكوارتر ويف لينث الاكسبريشنز الاكيرسي بتاعتها بتبقى مش قد كده, لكن لو انا 0.9 لاندا ماشي. تمام. بالنسبه للسيركمفرنس. اوكي ماشي كده الباشمهندس اللي بيسال. انا مش شايف الاسامي. تمام. تمام. طيب النوع الاخراني اللي كنا بنتكلم عليه في السلايدز دي اللي هو الباتش, واحنا قلنا ان انتوا يعني اعتقد اكتر نوع هتبقى المفروض بقى اديكوا فيه لان انتوا ده هتشتغلوا بيه في المشروع. اللي عايزين نقوله هنا بالنسبه للباتش ان جنرال يعني, ودول مش على سبيل الحصر يعني, دي انواع الفيدنج المشهوره. احنا كنا اتكلمنا في المحاضره ان المفروض الباتش عشان تراديت ثيوريتيكالي المفروض ان الارض اللي تحتيها لو كان اللي ما بينهم ده هوا تبقى المسافه قلنا كام تقريبا, حد فاكر؟ لاندا على 8 لاندا على 4 لا لاندا على 4 عشان لاندا على 4 في الاتجاه ده ولاندا على 4 في الاتجاه ده يدونا 180 درجه,
وبعدين الريفلكشن كوفيشنت يدينا 180 درجه كمان، فيبقى الويف اللي طالع على طول من الباتش لفوق واللي طالع من الباتش لتحت لما تخبط في الارض وترد وترجع تجمع معاها ان فيز. او الطريقه الثانيه ان احنا نبص على الايمج بتاعه الباتش ونشيل الارض وندور على الشرط اللي يخلي الايمج تجمع مع الباتش اللي فوقيها ان فيز، جيفن ان الكرنت اللي كان ماشي هنا كده هيقلب في الايمج بسبب ان ده هوريزونتال كرنت، والايمج كرنت الهوريزونت بتاع الهوريزونتال كرنت بيبقى عكسه في الريفرنس دايركشن، تمام؟ وبالتالي هو بادئ الاول 180 درجه اوت اوف فيز، فعايزين 180 درجه كمان، يبقى عايزين المسافه ما بين الايمج والباتش الاصليه يبقى لاندا على 2، يبقى المسافه للارض الحقيقيه لاندا على 4، تمام كده؟ طيب عشان انا من الاصل اكسايت الكرنت مود المعينه على الباتش لازم اكابل من السورس ليها، تمام؟ فاحنا كنا اتكلمنا في السلايدز اللي فاتت على ان البراكتيكال واي اوف مثلا اكسايتنج المونوبول هو ان انا بجيب كوكسيال كيبل بفتح الاوتر كوندكتور على اللي هيتحول الاوتر كوندكتور للارض بالنسبه للانتنا، والانر كوندكتور هو اللي هيكمل عشان يشكل الدراع بتاعه المونوبول، تمام؟ وبالتالي دايما في طريقه براكتيكال ان الواحد يكابل من الترانسميشن لاين المعين اللي هو عايز يستخدمه والانتنا ستراكشر المعينه عشان يدرايف المود المعينه اللي هو كان بيدور عليه، قبه واحده مثلا في حاله الدايبول او نص قبه في حاله المونوبول وهكذا بالنسبه للانواع المختلفه من الانتنا، تمام؟ طيب بالنسبه للباتش احنا عايزين نكابل السورس ليها، تمام؟ طيب الباتش دي معموله برينتد على سبستريت، ايه الطريقه اللي الواحد يوصل بيها الاستراكشر برينتد؟ بيبقى عن طريق ان هو يبقى فيه كونكتور. الكونكتور ده انتوا اشتغلتوا برضو في المشروع السنه اللي فاتت لما كنتوا بتعملوا اي ستراكشر من الستراكشرز اللي هي الويلكنسون او واتيفر. لو انا عايز ادرايف مايكرو ستريب لاين على بي سي بي لازم اوصله للعالم الخارجي بحاجه معينه، الحاجه دي بتبقى في العادي الكونكتور ده، والكونكتور بيبقى عنده كواكسيال ترمينيشن من الناحيه دي بتوصل مع انذر كونكتور، صح كده، واصل بالكابل، والكابل بقى هو اللي بيروح على النتورك انالايزر لو انا عايز اقيس سكاترينج بارامترز، او لو انا هاخد الاستراكشر ده واحطه في السيستم بتاعي فانا كده مفترض ان العلاقه ما بين الانتنا والاستراكشر اللي هيدرايف الانتنا دي برضو هيبقى علاقه بكابل، زي ما احنا عندنا مثلا الديش اللي على سطح البيت ما ينفعش نطلب من الريسيفر ان هو يبقى لازق فيه، يبقى ما فيش ما بينه وما بينه واسطه غير ان انا بجيب مثلا الكونكتور اللي طالع من ظهر الريسيفر واقوم موصله فيه، صح كده؟ فلازم اعمل كابل عنده اثنين كونكتورز في الطرفين، طرف بيوصل للديش فوق وطرف تاني بيوصل عن طريق الواتيفر، يا اما بنرميه بقى من الشباك زي ما بنعمل كده، او بيبقى مجهزين له كابلات في الحيطه ويوصل للايه للجاك اللي في الحيطه، وبعدين نوصل له الريسيفر برده بكابل تاني من الريسيفر للحيطه، تمام؟ حسب الطريقه اللي الواحد شغال بيها يعني، تمام؟ طبعا تاخدوا بالكم لما الواحد بيبقى عامل حاجه فور كونفينينس، يعني موصل مالتيبل كونكتورز، كل كونكتور من دول، تمام؟ زي ما اتعلمنا السنه اللي فاتت هو نفسه له سيرتن اس بارامترز، تمام؟ فهو نفسه بيبقى عنده ماتشنج فريكوانسي، ماكسيمم ماتشنج فريكوانسي، وبالتالي هو له رينج اوف فريكوانسي شغال عنده، وفي نفس الوقت بيبقى عنده كده كده اسوسييتد بيه شويه لوس اوميك وميس ماتش، لان مستحيل حاجه تبقى الماتشنج بتاعها بيرفكت، تمام؟ فكل ما بيبقى فيه مالتيبل كونكشنز ما بين الانتنه اللي احنا مركزين عليها في الكورس ده وما بين الحاجه اللي هتسوقها او هتعمل لها درايفنج، كل ما بيبقى فيه مور لوس من السورس لحد هذه الانتنه، تمام؟ طيب بغض النظر احنا المفروض ان احنا عايزين نوصل الانتنة على البورد، فهنختار نوع من الترانسميشن لاينز اللي هنشتغل بيه. النوع ده ممكن يكون مايكرو ستريب اللي هو النوع اللي انتوا اتعلمتوه السنه اللي فاتت، وممكن يبقى انواع تانية، في منها ناس في منكم اشتغل بانواع تانية في المشروع اللي هو زي كوبلينر ويف جايد، وممكن نحتاج نشتغل بانواع تانية زي الستريب لاين او كابلد لاينز او وات ايفر، انواع تانية اللي هي مش هنلحق نتكلم عليها في الكورس ده، بنتكلم عليها في الكورس الاختياري بتاع السنه الرابعه، تمام؟ فاحنا هنتكلم مينلي على المايكرو ستريب بالنسبه للكورس ده، واللي فيكم حابب يدخل ديبر في البروجكت ويستخدم حاجه تانية هيز مور ذان ويلكم يعني، تمام؟ فاول طريقه اللي انا رسمها في الناحيه الشمال هنا اللي هي الايدج فيدنج. يعني ايه ايدج فيدنج؟ يعني الباتش موجوده على السطح العلوي من السبستريت وانا هوصل لها بمايكرو ستريب موجود برده على السطح العلوي بتاع السبستريت،
تمام. وبالتالي هوصل الكونكتور لهذا المايكرو ستريب وهيبقى الناحيه الثانيه من السبستريت هي الجراوند بلين وخلاص على كده. فدي اول طريقه تمام. اللي هيبقى الديزاين بارامترز بتاعتي اولا شكل الباتش اللي هو ابعادها ال L وال W بتوعها اللي هو ده في العادي بنسميه اللينث اللي هو في اتجاه الفيدنج، واللي هنا ده بنسميه الويد تمام اللي هو العرض بتاع الباتش دي. طب دول بنجيبهم منين؟ بنجيبهم يا اما ان احنا نبقى فاهمين الثيوري اوف اوبريشن بتاعتها، ودي برضو مش هنقدر نتكلم عليها في الكورس ده. احنا اتفقنا ان هي ممكن يبقى عليها سيرتن كارنت ديستريبيوشن عامل ساينوسويدز، يا ساينوسويد واحد في اتجاه واحد يا اتنين ساينوسويدز في واحد في اكس وواحد في واي تمام. هنفهمها اكتر شويه واحنا بنتكلم على الويف جايدز، لكن مش هندخل في تفاصيل الباتشز الموديل بتاعها الاناليتيكال عامل ازاي تمام. احنا هنعتمد على الموديل النيوميريكال اللي جاي من الاي ام تولز تمام. لكن ازاي اعرف اجيب ال L وال W؟ الناس عامله كالكوليترز موجوده على الانترنت، تقول له انا عايز اشغل باتش زي ما هو الراجل ده عامل مثلا شغال عند 4 جيجا، والسبستريت البارامترز بتاعتها ارتفاعها قد كذا والدايلكتريك كونستانت قد كذا، على طول يطلع لك ال L وال W بتوعها وجيفن الفريكوانسي اوف اوبريشن اللي انت عايزها يعني تمام. اللي هيبقى ناقص بعد كده ان انت تحدد هتعمل لها فيدنج منين. في العادي الانتنه بتبقى سنتر فيد بالطريقه اللي يعني اللاين خابط في نقطه التناسل على الضلع اللي هو الطويل اللي هو الدبليو تمام. وساعات بقى الناس بتعمل اللعبه اللي انتم شايفينها دي، يعني يقطع حته كده بحيث انه يدخل جوه بدل ما يبقى على الحرف يدخل جوه شويه. حد يقدر يفكر ليه بيعمل كده؟ ماتشنج تمام. ماتشنج يعني هو ممكن يكون النقطه اللي على الحرف بقى. مين اللي قال؟ انا ده اللي هو انا خالد تمام. لو انا كنت قفلت شكل الباتش كده ودخلت اللاين داخل عليها من الحرف كده على طول، يعني الفيدنج بوينت هي الادج الخارجي او الريم الخارجي للباتش، ممكن نلاقي الامبيدنس اللي انا شايفها مش متناسبه مع الامبيدنس اللي انا عايزها مع اللاين. فممكن اعمل اكسترنال ماتشنج، يعني ابتدي احط مثلا كوارتر ويف سكشن هنا ولا واتيفر. دي طريقه. في طريقه تانية الناس قالوا طب ما نعمل بدل ما نعمل ماتشنج سكشن خارجي، ما ادور على نقطه ادخل شويه جوه الباتش ونعمل حاجه اسمها انسيت فيدنج تمام. يعني الكلمه اللي هي مكتوبه فوق دي تمام، نعمل حاجه اسمها انسيت فيدنج، يعني اعمل كده خلوص او دخول جوه الباتش لحد ما اوصل للنقطه اللي عندها الامبيدنس اللي انا عايزها. يا ريت بس الناس تعمل ميوت عشان الباك جراوند نويز تمام. فدي طريقه، لكن ستيل احنا بنتكلم على نفس الابروتش، ان انا بفيد الانتنة من نفس من الايدج على نفس اللاير اللي الانتنة موجوده فيه تمام. طيب عايز حد يقول لي العيوب والمزايا بتاع الطريقه دي؟ يعني حد شايف ايه العيوب والمزايا بتاع الطريقه دي؟ عيوب مثلا ممكن الراديشن باترن هيتغير عن اللي انا متوقع. تمام كده الفيدنج ستراكشر موجود مع الانتنة في نفس اللاير، يعني اكسبوزد للهواء اللي انا عايز اخلي الانتنة تراديت فيه. فلو كان الفيدنج ستراكشر اللي هو ترانسميشن لاين ده بيراديت، فكده انا هديستورب الراديشن الانتندد اللي جاي من الباتش باكستريينس راديشن جاي من الترانسميشن لاين تمام. حد عنده تعليق على الكلام ده؟ يعني شايف ان الكلام ده غلط؟ هو عايز ممكن حاجه تعدل دكتور. الباشمهندس بيقول عيد، والباشمهندس كان بيقول ايه؟ انت ايه؟ كنت بقول الراديشن بتاع الترانسميشن لاين اللي هو أيوه. اللي هو بيفيد الانتنة نفسها. ايوه عامل مشكله مع الراديشن بتاعها هي. انا قلت كده الوقت. لا ده اللي انا كنت بقوله. كنت بقول دلوقتي الترانسميشن لاين ده، يعني انا دلوقتي انا كنت مفترض ايه؟ انا حسبت الراديشن كاركترستكس بتاعه الباتش على انها قاعده كده لوحدها تمام. شفت الكرنت مود اللي عليها اللي انا حابب ان هو يشتغل، حسبت الراديشن كاركترستكس بتاعه هذه الكرنت بهذا الكرنت ديستريبيوشن، وبعدين انا بدور ازاي هكابل، يعني ازاي هاكسايت الكرنت مود ده. فأحد الاقتراحات هو الاقتراح رقم واحد، إن أنا أجيب مايكرو ستريب لاين يخبط في الأنتنة دي من الإدج بتاعها، ممكن نعمل حركة عشان نحسن الماتشنج، لكن في النهاية الكرنت الترانسميشن لاين اللي بيإكسايت الأنتنة دي ماشي على التوب سيرفيس بتاع السبستريت
اللي المفروض ان ده انا معتمد عليه في الراديشن من الباتش. فيوسف او عمر انا ما اعرفش مين قال ده كده انا هبتدي ابوظ في الراديشن كاركترستكس بتاعه الانتن عن طريق ان انا دخلت عليها بهذا الترانسميشن لاين في نفس اللاير دي. فانا كنت بفسر كلامه ان بما ان الترانسميشن لاين موجود مع الباتش على نفس اللاير اللي انا بانتند ان يحصل منها الراديشن فهو كده ممكن يعمل شويه راديشن هو كمان. الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ يعني اللي هو قاله صح ولا غلط والشرح بتاع كلامه اللي انا قلته صح ولا غلط؟ هو انا كنت اقصد ان الراديشن باترن هيتغير عشان انا قصيت في الباتش بتاع الترانسميشن لاين ممكن اتحكم في الويدث بتاعه بحيث ان هو أيوة. ما يرديش. ممكن اتحكم في الويدث بتاعه؟ لا انا ما اقدرش اتحكم في الويدث بتاعه لان انا عايزه 50 اوم. هو الراديت برضو الدبت بتاعت السبستريت أيوة. مين؟ برضو مين اللي قال؟ ياسمين. مين؟ ياسمين. تمام ده اللي انا كنت عايز حد يقوله. شكرا يا ياسمين، يا ريت تبقي تبعتي لي اسمك بس فكري ان انت قلتي التعليق ده بس في المحاضره دي. اوكي المشكله ان احنا دلوقتي الترانسميشن لاين ده انا كنت اديت هنت عليها في المحاضره دلوقتي الباتش عشان تراديت انا هحطها على فيكس سبستريت تمام، والوقت انا داخل على الباتش اللي هي دي يعني تمام، وبعدين انا جيت عايز اعمل لها فيدنج فدخلت عليها بترانسميشن لاين في نفس اللاير اللي هي فيها اللي هي باي ديفينيشن على بعد كبير من الارض علشان احقق شرط الراديشن بتاع الباتش، وبالتالي كده انا بفايوليت الشرط اللي كان بيخلي ترانسميشن لاين ايه ما يراديتش ان هو يكون قريب من الارض بتاعته علشان تبقى مرايته بتكنسله في كل اتجاهات الفراغ، وبالتالي هيبتدي يحصل ليكج. ممكن الليكج ده ما يبقاش مهمل بالنسبه للترانسميشن لاين ده حتى لو كان عرضه رفيع، لان احنا اتفقنا ان شرط الراديشن مش ان اللاين يبقى رفيع ولا تخين، شرط عدم الراديشن قصدي مش اللاين يبقى رفيع ولا تخين، شرط عدم الراديشن للترانسميشن لاينز ان المعدن يبقى جنب المعدن المناظر ليه اللي بيشيل الكارنت اللي راجع. تمام المناظر ليه هنا هو المرايه تحت، فلو الترانسميشن لاين اوريدي على بعد في الرينج بتاع لاندا على 4 من الارض لان هو موجود مع الباتش في نفس اللاير، يبقى اخوه اللي هو كان شايل معاه الخط الكارنت اللي راجع ما بقاش بيكنسله في كل اتجاهات الفراغ بسبب ان المسافه بينهم كبير. تمام ده اللي تقصديه يا باشمهندس مش كده؟ اه بالظبط. تمام انا كنت عايز يا دكتور ان احنا ممكن نتحكم في الويدث بتاع الثاني بتاع ترانسميشن لاين لوحده بحيث نغير السبستريت ارتفاع السبستريت بالنسبه له. اتحكم في الويدث؟ لا لا احنا سيكونس اختيارات ايه يا يوسف صح ولا ايه يوسف مش كده؟ احمد. طيب انا كل الناس بعت عندي يوسف يا عمر. طيب ايوه سيكونس اختيارات ايه؟ انا بقول انا هشتري سبستريت علشان انا عايز اعمل انتنه، فهروح اشتري سبستريت اعرف الفريكوانسي اللي انا هشتغل عندها، اروح اشتري سبستريت تخانتها في الرينج بتاع لاندا الدايلكتريك على 4 عشان اضمن ان الانتنه هتبقى افيشنت راديتور ما تبقاش بتكنسل نفسها. تمام كويس جدا. فانا رحت اشتغلت سبستريت تخينه، وبعد كده الخطوه الثانيه بقول انا هختار النوع ده من الاكسيتيشن اللي هو الايدج فيدنج، فاقول طيب يبقى انا دلوقتي عايز اعمل ترانسميشن لاين على هذه السبستريت التخينه 50 اوم، هلاقي ان الترانسميشن لاين اللي عايزين السبستريت التخينه ال 50 اوم له عرض معين W اي حاجه طلع رقم معين. تمام المشكله دلوقتي ان انا لو حطيت اللاين ده ابو 50 اوم ده على هذه السبستريت التخينه ده ما بقاش ترانسميشن لاين كويس، لان هو مرايته اللي تحت ما بقتش بتكنسله في كل اتجاهات الفراغ. تمام ايوه تمام كويس كده. يبقى انا بقيت مجبر على تخنت السبستريت، رفعت اللاين بقى تخنته وعرضته، مش هي دي المشكله، المشكله بعده عن الايمج بتاعته. تمام تمام اوكي. في مشكله ثانيه في تعريض الترانسميشن لاينز البرينتد ان بيحصل ليكج في السبستريت، دي حاجه ثانيه بقى كمان غير الراديشن، يعني بيبقى في انذر سورس اوف ليكج بيحصل لما بيكون اللاين بعيد عن الارض وفي نفس الوقت عرضه كبير. تمام بيليك في السبستريت شويه. تمام فده انذر لوس ده هنتكلم عليه برضو لما نرجع تاني للبرينتد انتنز بعد الميد تيرم ان شاء الله. تمام طيب البشمهندسه قالت المشكله اللي موجوده في النوع ده. طيب طبعا ايه الحل بتاع المشكله دي؟ الحل بتاع المشكله دي لو انا عايز احتفظ بالسبستريت اتنين لايرز، يعني مش عايز ازود عدد اللايرز بتاعت السبستريت، يبقى ما عنديش حل عشان امنع الراديشن من الترانسميشن لاين ده غير ان انا بدل ما اشتغل بسبستريت تخينه اشتغل بسبستريت ايه؟ ارفع بس كده هاثر على الراديشن بتاع تمام انا اضطر اعدل الراديشن الباتش مظبوط.
تمام بالظبط كده. فهو اللي بيحصل ايه، ان في انذر باراميتر لازم الشخص اللي بيطلب مني السبيسيفيكيشنز يحدده، اللي هو الباند ويدث. لو مطلوب ان الانتنة دي تكون شغالة في نارو باند ابليكيشن، ممكن اخلي التخانة دي اقل حبة حلوين من لندا على 4. تمام، طب ما هو كده اللي طالع في الاتجاه ده واللي نازل كده وراجع مش هيساعده، بس مش هيكنسله بيرفكتلي. تمام، يعني هو لا بيساعده 100% ولا بيكنسله ايه 100%. ففي شويه راديشن من الباتش، لكن الراديشن ده مش هيبقى احسن حاجه في الدنيا. طيب هو السؤال، هو انا عايزها تراديت احسن حاجه في الدنيا، ولا انا كل اللي يهمني ان وانا واقف باصص هنا شايف شويه ريزيستنس اللي هي راديشن ريزيستنس، وابقى ماتشد معاها. لو انا ضمنت ان انا بقيت شايف شويه ريزيستنس اقدر اماتش معاها، يعني اقدر اماتش معاها، يعني مقاش الريزيستنس اللي انا شايفها من هنا 1000 اوم، لان انا مش هقدر اعمل ترانسميشن لاين 1000 اوم. ولو انا عندي اللاين 50 اوم وانا عايز اروح ل 1000 اوم، الكوارتر ويف سكشن اللي هيتحط هيبقى رفيع جدا. فانا عايز يبقى عندي انبوت ريزيستنس مقبوله، تمام، وفي نفس الوقت عايز الانبوت ريزيستنس دي تغطي الباندويث دي. تمام، فالرول اوف ثامب، وده هتشوفوه في المشروع، ان كل ما رفع السبستريت كل ما الرينج اوف فريكوينسيز اللي الاقي فيه الريزيستنس اللي انا عايزها يضيق. اقول تاني، كل ما السبستريت تبقى رفيعه كل ما الرينج اوف فريكوينسيز اللي هقدر الاقي فيها الريزيستنسز او الراديشن ريزيستنسز المقبوله يبقى اضيق. تمام، يبقى انا ممكن اشتغل بثين سبستريت، يبقى الراديشن اللي طالع من الباتش الدايركت واللي راجع في الارض وبيرد ويجمع معاه ما يبقاش بيجمع معاه 100%. تمام، اتس اوكي، بس اللي هدفعه تمن ان انا رفعت السبستريت ان بقى عندي نارو باند ريسبونس او نارو باند رينج اوف فريكوينسيز، اقدر الاقي عنده قيمه ريزيستنس معقوله اقدر اماتش مع 50 اوم ترانسميشن لاين. تمام، في اسئله دكتور؟ هو سؤال يعني له علاقه بالبي سي بي نفسها شويه، هل في امكانيه ان انا اديت او ان انا البي سي بي الجزء اللي تحت الترانسميشن لاين يبقى ارفع من بقيه الانتنة بحيث ان انا احفر شويه؟ يعني انا مثلا عندي استخدمت دايركت الكتريك معين وجيت الجزء اللي تحت الترانسميشن لاين بالليزر مثلا او حاجه، قمت شايل الجزء اللي هو تحت الترانسميشن لاين بس، بحيث ان انا يبقى عندي الجزء اللي تحت الترانسميشن لاين رفيع والجزء اللي تحت الانتنة كبير، فبالتالي اللوس اللي حصلت من الراديشن او الزياده قصدي اللي حصلت في الراديشن من الترانسميشن لاين تبقى شبه قليله، لان انا خلاص قللت المسافه وفي نفس الوقت عندي نفس الراديشن بتاع الباتش انتنة بتاعي. لان انت بتقول انت عايز ترفع الحته اللي تحت الترانسميشن لاين، صح كده؟ بالظبط. بس تاني البورد، وانا هجيب لكم بعد الميد تيرم شويه الواح عليها انتنز مطبوعه سواء من مشاريع او من مشاريع تخرج قديم. تمام، انا دلوقتي اشتريت بورد، البورد دي لها تخانه معينه وكبر فوق وكبر تحت، باتش وشكل ترانسميشن لاين، صح؟ والكبر اللي تحت موجود، انت عايز تعمل ايه بقى؟ عايز تفتح فين؟ عايز تفتح هنا مثلا؟ مش هيبقى بقى، يعني مش هيبقى بفتح هنا، هو بيبقى مثلا اديتنج بالليزر مثلا بحيث ان انا يبقى في الكبر لاير في الحته دي. لا تمام، انت بتقول الحل التاني، في الحل التاني ان انا من الاصل ما اجيبش السبستريت تو لايرز، اجيب مالتي لاير سبستريت، يبقى عندي لاير تانيه هنا انترميديت، اللاير دي هاجي افتح تحت الباتش بقى بحيث ان الباتش تبقى شايفه. يعني خلينا ارسمها خطين، يبقى مش هفتح بالليزر ولا حاجه، انا كل اللي هعمله ان انا من الاصل هشتغل بحاجه اسمها 3 لاير ستاك. تمام، يعني انا هروح اشتري من المصنع بتاع البي سي بيز، هشتري منه 2 سبستريتس، تمام، والزقهم في بعض، فيبقى كده بقى عندي ايه 3 لايرز. طبعا الطريقه دي لازم، يعني هنتكلم شويه ممكن باختصار بعد الميد تيرم، وبتكلم بالتفصيل البي سي بي مانيفاكتشرنج برده في الكورس بتاع سنه رابعه. تمام، لكن البوتوم لاين ان انا هاجي اعمل ايه، هجيب 3 لايرز بدل ما يبقى عندي 2، واجي اشكل المعدن بتاع اللاير المتوسطه ما بين التوب والبوتوم لايرز ساتش ذات اشيل المعدن تحت الباتش واسيب المعدن مكمل تحت الترانسميشن لاين. تمام، وبعدين اعمل حاجه اسمها فيا دريلينج، اوصل المعدن ده بفيز، يعني يبقى فيه زي وصلات عواميد كده
موصله اللاير دي باللاير اللي تحت، فبقى دي اكنها بقت ارض تخينه يعني. تمام، فبقى الوقت الترانسميشن لاين بيريفير او الريتيرن كارنت بتاعه اللاير القريبه، بينما الباتش شايفه تخانه السبستريت كبيره. يبقى انا كده حققت الشرط، بس دفعت ايه بقى دلوقتي؟ لاير زياده. دفعت بالظبط كوست زياده، مش بس كوست في الماتيريال، كوست في عمليه التصنيع، لان انا عشان اكونستراكت مالتي لاير بي سي بي كومبيرد لتو لاير بس اللي هي بتبقى جايه بسنجل بانل، انا بدفع ثمن حاجه اسمها بريبراج، وبعدين بعمل حاجه اسمها بريسنج ولامينيشن واضيف فيز وحاجات زي كده. تمام، يبقى انا اول حل هو ان انا اشتغل بثين سبستريت عشان امنع الليكج من الترانسميشن لاين، يا اما في الهواء يا في السبستريت، بس بدفع الثمن ان الباندل بتاع الانتنه هيبقى ضيق. تمام، وده ممكن يبقى مقبول لو الابلكيشن از نارو باند. لو الابلكيشن از وايد باند يبقى انا عايز الانتنه تشوف سبستريت تخينه، وعايز الترانسميشن لاين يشوف سبستريت رفيعه عشان ما يحصلش منه ليكج. فالحل هو ان انا اجيب مالتي لاير بي سي بي، يبقى هدفع كوست في مقابل البرفورمانس. تمام، هو ممكن اعمل حاجه ثانيه. ماشي تمام. ايمن اتفضل يا ايمن. كنت هو ممكن استخدم ايبسلون عليها الدايركتريك بحيث ان هو يعني يزود الاتش، ولا مش هو انت استخدمت ايبسلون عاليه معناها ان لندا الدايركتريك على 4 بقت قليله، بس ايه لندا الدايركتريك على 4 بقت قليله للاثنين، يعني ما هي نفس المشكله. يعني تزويد الدايركتريك كونستانت هيبقى مفيد للباتش بس هيبقى مضر لللاين، فتزويد الدايركتريك كونستانت مش الحل. تمام، لان انت في النهايه ترانسميشن لاين برضه هيراديت لو المسافه اللي تحتيه بقت كومبربل للاندا الدايلكتريك. تمام، فهي هي نفس المشكله يعني. تمام ماشي. ما ده كده ده كوست يا يوسف. الحمد لله قلت مره دي مظبوط. ده كوست برضو زياده يا يوسف، ان انت بتجيب عايز تعمل بقى مالتي ماتيريال بي سي بي، ده مش الحاجه التقليديه. تمام، الحاجه التقليديه ان هي نفس الماتيريال اف ار 4 بيزد مثلا او وات ايفر، اللي هي بتبقى في الرينج بتاع من 3 الى 4 وكل الناس عايشه عليها. تمام، اللي بتلعب فيه الارتفاعات، الارتفاعات بتلعب فيها يا اما انك بتتخن السبستريت وتخسر في البرفورمانس ان عندك ليكج، يا اما بترفع السبستريت وبتخسر في البرفورمانس ان الباندوث بتاع الانتنه يتخنق شويه. تمام، ده لا ده وحش ولا ده وحش، حسب الابلكيشن واللي انا متقبله. تمام، انا ممكن اتقبل ان يحصل شويه ليكج من ترانسميشن لاين. ايه يعني لما يحصل شويه ليكج؟ هيبوظ الراديشن باتن، ابص على تبويظ الراديشن باتن، لو هو تبويظ مقبول خلاص ما يليك، ايه المشكله؟ هبقى وقتها هبقى باصص ان الانتنه بقت هي ده، مش الباتش بس، يبقى انا متقبل ان ده بيراديت، وهقيم اللي هو بيعمله في الاوفرول راديشن. ممكن اعرف اعالج اللي هو عمله ده بان انا مثلا اقوم واكل حته من الباتش هنا، اصغر حته منها هنا مثلا. انا بقول لكم يعني ايه بعض الافكار اللي بعض الناس بتعملها. لو هو خلى الليكج ده خلى الراديشن باتن مثلا يحدف لقدام بدل ما هي بتراديت فوق، حدفت لقدام شويه، خلاص اقعد ادور ايه الاوبتمايزيشن اللي هعمله فيها لحد ما ارجع اتجاه الراديشن في الاتجاه الانتندد يعني. تمام، يعني مفيش حاجه وحشه على طول الخط او ما تتعالجش، ومفيش حاجه كويسه على طول الخط. تمام، يعني اعمل اي ام سيميوليشن على الباتش بالترانسميشن لاين بكله واشوف اللي طالع ازاي واقعد اعدل عليه بقى. مظبوط، ما هو ده اللي هتعمله في المشروع. احنا بنبتدي بانيشال جيس، بنجيب الانيشال جيس منين؟ من كالكوليترز على الانترنت، ادانا الابعاد، بيبر قالت لنا انت ممكن تعمل الانتنه كذا عند الفريكوانسي دي، انت طلب منك في المشروع عند فريكوانسي ثانيه، فعملت سكيلينج لحجم الباتش عشان تشتغل عند الفريكوانسي الاعلى. تمام، وقتها حتى انت عملت سكيلينج لشكل الباتش، طب السبستريت هسكيلها بنفس الفاكتور ولا لا؟ للاسف ما بنعرفش نسكيل السبستريت بنفس الفاكتور، لان الموجود في السوق تخانات معينه، فانا هسكيل حجم الباتش او هشوف الكالكوليتر هيعدل لي حجم الباتش ازاي عشان اشتغل بالتخانه دي للسبستريت عند الفريكوانسي دي، وبعدين اشوف الاي ام تول اللي هي المور اكيوريت عن ان انا ببص على كالكوليتر معمول بامبيريكال ايكويشنز، احط اللي انا مساله على التول واخليها تراديت، ولازم طبعا ابقى عامل ديزاين للترانسميشن لاين اللي هيوصل لها، وابتدي ابص على الراديشن باترن بتاعها. لو شكل الراديشن باترن بتاعها هو اللي انا نفسي فيه، ولما احط البورت، طبعا مش لازم نحط الكونكتور في الاي ام تول دلوقتي، بنحط زي ما اتعلمنا السنه اللي فاتت بورت، بنبص عند البورت ده الاس 11 كام. لو الانتنه مديانه امبيدنس بالنسبه لل 50 اوم
عند الفريكونسي اللي احنا عايزينها مكانها كويس على السميث شارت يعني جنب السنتر بتاع السميث شارت يبقى الانتنة دي بترديت زي ما احنا عايزين وماتشت. لو هي طلعت بترديت زي ما احنا عايزين كشكل نورمالايزد الباتر لكن الامبيدنس بتاعتها رياكتيف او اندكتيف قوي او مش عارف او بعيدة عن الخمسين اوم يبقى هروح احط لها ماتشنج سكشن او هعمل التريكس اللي الناس عاملاها هنا زي ان هي عامله الانسات فيه. طب لو طلع الامبيدنس كويسه بس شكل الراديشن وحش ابتدي اقول طب انا محتاجه ادد في شكل الانتن ممكن مثلا ابتدي اعمل لها مشقبيه من قدام اعمل لها شطفه كده وشطفه كده. طب هو الكلام ده بيتعمل بترالان ايرور تاني؟ الاجابه لا. يا اما طبعا ترالان ايرور از ان ابروتش في ناس بتشتغل كده تقعد تعمل زي القص واللزق كده تمام. في ابروتش تاني ان انا اشوف هو هل التول اللي عندي مدياني امكانيه اوبتمايزيشن وقتها ممكن ابتدي احط او اللي هتوبتمايز شكل الباتش عشان تحقق ريديشن معين او ممكن ابص على افكار تانية موجوده في بيبرز او ممكن ابص على الكرنت ديستريبيوشن اللي على الباتش واشوف انا محتاج ديستربه ازاي بحيث ان انا احقق تغيير في شكل الريديشن كاركترستكس. تمام تمام. في اسئله على النوع الاولاني او الطريقه الاولانيه للفيدنج؟ اه بص معلش يا سمعت حضرتك لما صغرت الديستانس الراديشن بتاع الانتنه نفسه اتاثر وبرده بتاع الترانسميشن لاين اللي كان جاي في الاول فهم الاثنين قالوا بس لسه برده بتاثر عليا فانا مش فاهم استفدت ازاي. استفدت ان انا عرفت اجيب هجيب ال 50 اوم بترانسميشن لاين له عرض معين وبعده عن الارض بتاعته بقى قليل. بتتكلم على الحل ده مش كده؟ لا بتكلم عن الحل الاولاني اللي انا صغرت الديستانس بس هو بعد عن الارض بقى قليل فالراديشن بتاعه بقى قليل والانتنه برضو الراديشن بتاعها قل فبقى عندي باندويدز اصغر بس هو لا لسه ما هو الاسبكت الثاني ما احنا اتفقنا ان هي انا خليت هي كمان الراديشن بتاعها يبقى قليل. ما احنا متفقين ان الدايركت والاندايركت راي ما بقوش بيساعدوا بعض 100%. هل ده معناه ان هي ما بتراديتش خالص؟ لا هي بتراديت شويه. طب ليه بتراديت احسن من الترانسميشن لاين؟ بسبب فيتشر تانية فيها ان هي حجمها كبير. حجمها كبير يعني بتسبورت كارنت ديستريبيوشن صحيح مرايته اللي تحت بتكنسله شويه تمام بس عندها سيرفيس اكبر تمام فكميه الكنسليشن يعني اللي موجوده مع كارنت بيسبان مساحه اكبر صح؟ فاهم قصدي ولا مش فاهم قصدي؟ يعني انا اوريدي الكارنت اللي هنا كان ضيق تمام واخوه اللي تحت بيكنسله بنسبه كبيره بسبب ان هو قريب من الارض. طب ما دي نفس الكلام بس النسبه دي لما اضربها في مساحه كبيره هيديني شويه راديشن معقولين على عكس لما يكون النسبه دي بس بضربها في مساحه ضيقه بالنسبه للترانسميشن لاين فما بيدينيش كميه راديشن ايه كويسه. مفهوم؟ يعني هي نسبه الكنسله هي يعني ده مثلا بيكنسل 80% وده بيكنسل 80% بس واحد فيهم بيراديت 1 وات تمام كان هيراديت 1 وات لو كانت الكنسليشن مش لو كانت الكنسليشن كانت 0% يعني انا بكنسل 80% فبقى بطلع بدل 1 وات بطلع زي 20% من ال 1 وات. الثاني كان حيز يراديت بسبب الكرنت ديستريبيوشن اللي عليه 0.001 وات تمام لان هو اساسا مش راديت تمام وانا كمان هكنسل منه 80% ولا حاجه. مفهوم؟ فالحكايه ان انا عندي اريا كبيره بيحصل منها الليكج للهواء دي بتخلي الانتنة تراديت احسن من الترانسميشن لاين اللي ما عندوش اريا كبيره بيراديت منها. تمام؟ اه تمام فهمت. شكرا دكتور. هو انا مش كده كده عارف يعني عارف الزد انبوت بتاعت كل نقطه على الباتش لما تعمل الاناليسس للباتش هتعرف الانبوت امبيدنس عند كل نقطه بكام وبالتالي تقدر تدور على النقطه اللي انت عايز توصل لها وبالتالي ممكن اوصل من خلالها يعني بالظبط يعني كده تمام. تمام. في حل تاني هو ان احنا نستخدم برضو 2 layer substrate واشيل الارض خالص اللي تحت الباتش ما يبقاش في تحت الباتش ايه ارض. الباتش دي مش ترانسميشن لاين محتاجه ريفرنس صح. الباتش دي الريفرنس بتاعها بيجي باي فرينجينج يعني الكارنت اللي راجع يعني هي دلوقتي الكارنت ماشي هنا وجاي هنا الترانسميشن لاين ده الكارنت اللي راجع بتاعه تمام. طب هي الانتنه الكارنت اللي راجع بتاعها فين؟ مش محتاجه كارنت راجع. الالكتريك فيلد بيعمل ديسبيسمنت كارنت هيروح لاقرب ارض لحد ما يبتدي يديتاتش من الارض ويراديت فين ويراديت في الهواء يعمل كلوز لوبس بتاعته تمام. فانا من الاصل مش محتاج لها ريفرنس. طب هو دلوقتي هي كان عندها ايمج كان زمان بيخلي الراديشن اللي طالع
الاتجاه اللي فوق واللي نازل لتحت ده كان بيخبط في الارض ويرد يجمع معاه. دلوقتي انا خسرت ايه بقى؟ نص الباور تقريبا. لا هي مش خسرت نص الباور، انا كده بقت الباتش مش بتريديت في ناحيه واحده من الفراغ، يعني بقت بتريديت فوق وتحت. لو انا الابلكيشن بتاعتي عايزاها تبقى بتريديت في الاتجاهين يبقى انا ما خسرتش حاجه، دي حاجه كويسه. لكن لو الابلكيشن بتاعتي محتاجه تريديت في ناحيه واحده بس، فالكلام اللي انت بتقوله يبقى مظبوط، يبقى انا خسرت 3 دي بي من الدايركتيفيتي او من الجين. مظبوط تمام. اوكي طيب، هل خساره الكوست او البرفورمانس تبرر ان انا اخسر شويه باور في الاتجاه الثاني؟ ممكن او ممكن لا. يعني ممكن واحد يقول لك انا عايز الانتان اللايرز، يعني انا محكوم بان لازم البي سي بي تبقى 2 لايرز وعايز البتاعه تبقى وايد باند، بس ما يهمنيش قوي ان الجيم بتاعها يبقى عالي. تمام، فممكن اقول خلاص يبقى الحل ده حل كويس، انا هفتح تحت الارض بتاعت الباتش او هشيل الارض بتاعت الباتش خالص او هفتح تحتيها يعني واخليها تبقى الجيم بتاعها قليل شويه مش مشكله، وابزورب الكلام ده في حاجه تانية في مقابل ان هي تبقى ماتش باندوث كبير وابقى انا محكوم بالتو لايرز فقط. تمام دكتور، هو ممكن السؤال الثاني اللي يحصل لما اللاير اللي تحت تشيب يعني زي الحته خلاص هتلاقيت في الاتجاهين، هي اللاير اللي تحت دي اللي كانت بتخلي اللي نازل في الاتجاه اللي تحت ينعكس ويرد يطلع فوق تاني، فبتريديت في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه المواجه للارض. دلوقتي مبقاش في ارض تحتيها فهتريديت فوق وهتريديت تحت. تمام، بس هو مش اللي تحت ده، مش هو ده الالكتريك بتاع، يعني هو المفروض ان هو بيمنع لا الالكتريك ما بيمنعش، هو هيدستورب الراديشن اللي راجع في الاتجاه التحتاني كومبيرد الاتجاه الهواء، بس مش هيمنع. فممكن وقتها مثلا يعني الملحوظه اللي انت بتقوليها في محلها يا باشمهندس، يعني لو وقتها الباتش مثلا كده والترانسميشن لاين بتاعها كده، الترانسميشن لاين عنده ارض وهنا في شويه ايه، في شويه دايلكتريك زي ما باشمهندسه بتقول، نلاقي الراديشن باترن مثلا بتاعها طلع عامل حاجه زي كده، يعني يبقى انا عايز اخلي اللي تحت ممكن يبقى اضعف شويه من اللي فوق يعني. تمام، بس انا مش عارف ارسم قوي، بس ممكن ارفع الدايلكتريك ده تحت الباتش ده بقى هتعمل انذر ستيب، انذر بروسيسنج ستيب، ودي بيبقى لها تكلفه برضو. تمام، يعني تمام. كل الافكار اللي بتقولوها ان انا اعالج حاجه بليزر ولا اعمل سام سورت اوف هولز في السبستريت، كل الكلام ده متاح، بس دي انذر بروسيسنج ستيب ميكانيكال بتكلف عمليه التصنيع. تمام تمام، طيب هنتكلم على الاثنين ميكانيزمز التانيين للفيدنج. تمام، وبعد كده لو في حد عنده اسئله في الموضوع ده، وبعد كده لو في حد عنده اسئله في الامتحان يعني. تمام، الطريقه الثانيه هاخد الطريقه اللي هي اللي هنا دي الاول، اللي هي طريقه البروب والفيا. الطريقه دي اللي فكر فيها كان بيفكر في نقطه حاجتين، حاجه منهم اين قالها، قال ما انا عارف الامبيدنس عند كل نقطه على الباتش فدور على النقطه وهم رايح عليها على طول. تمام، اللي جاي من الادج عشان يوصل للنقطه دي لازم يدخل لجوه كده فيعمل الانسات لحد ما يوصل للنقطه اللي فيها الامبيدنس اللي هو بيدور عليه. تمام، ممكن نيجي بقى من تحت، يعني ممكن نيجي من الارض نجيب كوأكسيال كيبل او الكونكتور اللي كان موجود هنا على الادج، هنعمل كونكتور بيسموه سيرفيس ماونتد كونكتور. تمام، اخد الكونكتور ده بيبقى متصنع بالطريقه دي ان هو بيبقى عنده الاطراف الخارجيه السنان اللي هي كانت بتلاند هنا كده، دي بتبقى معموله عامله زي الحوافر كده بتلاند على الارض السفلى للسبستريت. تمام، والسنه الداخليه بتبقى طالعه كده. تمام، طبعا السنه الداخليه دي لازم يبقى فيه ستراكشر هي بتميت معاها في السبستريت، فوقتها انا لازم اعمل فيا. تمام، لازم نعمل فيا تقابل السنه بتاعه الكونكتور. طبعا الكلام ده ميكانيكالي ما بيتعملش بالطريقه دي، اللي بيتعمل ان هم بييجوا يعملوا ادي الباتش وبعدين بيعمل الفيا اللي بتخبط في الباتش في النقطة اللي هو بيدور عليها، ده كده المسقط العلوي، فالفيا هتبقى خبطة في الباتش في النقطة دي. تمام، وبعد كده بيجي يعمل في الأرض باد، يعني بيجي يعمل تشكيل تاني للمعدن، الفيا هتنزل عليه بنسميه الفيا باد. تمام، وبعد كده بيجي الكونكتور اللي هو اللي بنجيبه ده بيبقى عامل حاجة زي كده، وعنده هو كمان باد. تمام، بتتلحم في الباد بتاعت الفيا. تمام، وبيبقى عنده هو كمان السنه الداخليه. تمام، عامل كده اهو، ودي الالوظه الخارجيه بتاعه الكونكتور. تمام، دي السنه الداخليه.
طبعا السنة الداخلية بتاعته بتبقى مش معمولة سنة، بتبقى معمولة كوأكسل رفيع قوي، يعني بيبقى كأنه ايه سنة بس مفتوحة، تمام؟ يعني فيها تجويف في النص، عاملة زي الجاك اللي في الريسيفر من ورا، بيبقى الجاك نفسه في تجويف، بحيث ان انا لما بيجيلي الكابل بقى اللي عنده السنة دي بتدخل في ايه في التجويف ده، تمام؟ طبعا تبقى السنة بتاعته بتاعت الكابل اللي جاي من بره بتبقى اقصر من العمق بتاع التجويف اللي في الكونكتور ده اللي بنسميه الفيميل، تمام؟ يبقى هيبقى عندنا فيميل كونكتور النهاية بتاعته بتبقى باد بتنزل بتتلحم على الباد اللي موجود ده في الشكل بتاع النحاس اللي معمول على البي سي بي من تحت، وبعد كده بنجيب ميل كونكتور بيدخل في الايه في التجويف بتاع الفيميل كونكتور ده علشان يعمل ايه يستبلش الكونتاكت مع الباتش، تمام؟ فالكلام ده اسمه ايه؟ اسمه بروب او فيا فيدينج، تمام؟ ايه الميزه بتاعته بقى كومبيرد للادج؟ مفيش ماتشنج. مفيش ماتش، لا تمام، الماتشنج هيتم عن طريق ان انا بدور على النقطه، تمام؟ بس احنا هنا قلنا مش مفيش ماتشنج برضو، بس عملنا لعبه يعني عملنا الانسيت فيد، بس مش دي الميزه، في ميزه تانية اهم. مفيش ليكنج اللي بيحصل بقى في الاول، تمام؟ مفيش كل المشاكل بتاعه اللاين بقى، هو هنعمل السبستريت تخانتها قد ايه عشان نعمل الامبيدنس وتبقى تخينه فهيرادييت، يعني بقى الفيدنج ستراكشر شيلدد عن الرادييتنج ستراكشر، تمام؟ طيب الفيا دي اللي جت في النص دي، طب ما دي عامله لي مشكله، ممكن تعمل مشكله فعلا وهي نفسها اللي تليك، تمام؟ يعني ممكن الفيا دي تلونش سيجنال في السبستريت وبنسميها سيرفيس ويف، تمام؟ تبعت سيرفيس ويف في السبستريت. فساعات الناس بتعمل ايه بقى، تحط شويه فيز كمان تحوط الباتش، يعني يبقى عاملين كده حوالين الباتش دي ايه افيز كده، افيز من شويه فيز حواليها، تمام؟ بحيث ان لو في حاجه حبت تليك الفيز اللي في الجنب دي تمنع الليكج ده، تمام؟ فده حل للمشكله دي يعني، كجراوند كشيلد ككافيتي زي ما انت عايز تسميها. يعني هنتعلم موضوع الكافيتي ده لما نتكلم على الويف جايدز بعد الميدترم برضو، تمام؟ هو دكتور هو انا ممكن اعملها الفيا دي، ممكن اعملها اللي هي فيلد فيا اللي هو بيبقى ماليه بضوء الكتريك مثلا غير الهواء، بحيث ان هو يبقى اكتس، هي بتبقى كده هي بتبقى كده فعلا. في التصنيع هي بتبقى بليتد، يعني هو بيعمل ايه في التصنيع، في التصنيع بيجي ادي السبستريت، تمام؟ بيشيل فيها، انا ممكن اجيب بقى ايه قلم ابيض، عنده قلم ابيض هنا، بيجي يقوم عامل ايه، بيقوم عامل دريل، طبعا انا مش شايف اساسا البتاع لان هي بيضه، فبيجي يعمل ايه يجي يعمل كده، تمام؟ طبعا انا شوهتها دي، نتخن القلم شويه، ما فيش تدخين هنا. انا احسن ارسم على دي، احسن ارسمها يعني ادي السبستريت، تمام؟ شايفين بتاع من غير السلايد مود، صح كده؟ بيجي ببنطة او بدريل يعني متقاب، ويعمل ايه ويدريل، يدريل هول، تمام؟ طبعا هول مش بالطول، يعني مش بيعمل خندق، هو بيعمل حفره يعني، تمام؟ حفره بالبنطه بتاعت الدريل، تمام؟ وبعد كده طبعا احنا كان عندنا على سطح السبستريت دي كان في هنا ايه، في هنا مين على الانتنة بتاع الباتش، تمام؟ في هنا الكابر بتاع الباتش اتخرم هو كمان، صح؟ في الكابر بتاع الباتش، وفي الكابر بتاع مين تحت، بتاع جراوند بتاع الارض ده اتخرم هو كمان، صح؟ كله اتخرم. ايه طبعا اتخرم في الخرم ده، بس يعني مش افري وير يعني. يعني لما اجي ابص فوق على الباتش، لما اجي ابص على الباتش من فوق كده هنلاقيها هي كمان ايه دي كده، نعملها بقى لونها اصفر، هنلاقي حصل فيها في الحته المعينه دي مثلا، نفترض ان انا كنت عايز ادرايف في النقطه دي اللي هي كانت شبه النقطه اللي دخلت فيها بالادج، تمام؟ فانا جيت عملت هنا ايه، عملت تجويف، تمام؟ بعد كده بنعمل حاجة اسمها بليتنج، تمام؟ بيعمل حاجة اسمها بليتنج للدريل. بليتنج ده عملية ان هو بيخلي بيدخل نحاس في الحتة دي، بيعمل حاجة اسمها بليتنج، يحط هنا كده اللي شايفينه ده، تمام؟ فكده هو هيبليت الايه الحواف بتاعة الدريل.
هيبليت الحواف بتاعت الدريل ده تمام. اوكي كده بقت ايه بقى المعدن اللي فوق بتاع الباتش والمعدن بتاع الارض مالهم كونكت واصلين صح. طبعا هو من الاصل هيكون مشكل الارض بحيث ان هو يبقى فاتح الحته دي شايل الكابر هنا. فالوقت يبقى ايه المعدن بتاع الباتش واصل لتحت وبليتد كده وبس. لما بيشيل الارض بيسيب مكان حته صغيره قوي اسمها اللي احنا كنا لسه مسمينها ايه من شويه الفيا ايه الفيا باد الباد بتاعت الفيا خلاص كده. فالوقت بقت الباتش ماسكه في الفيا باد يبقى يعني لازم البليتنج ده يوصل اللي فوق باللي تحت يوصل اللي فوق هنا باللي تحت تمام. طيب الوقت هنا في هواء الهواء ده لو سابه كده البليتنج ده ممكن بعد شويه يطوص يتاكسد يعني النحاس يتاكسد وبعدين يتكسر ويقع. فبيقوم جاي هنا ايه حاطط ايبوكسي حاطين ايه هنا كده ايبوكسي. الايبوكسي ده ماده دايلكتريك مش ماده كوندكتيف ممكن يحط كوندكتيف ايبوكسي لو عايز بيبقى اغلى شويه تمام. بس ايه في العادي الناس بتحط ايبوكسي نون كوندكتيف ايبوكسي يعني. فهو بس كده يبقى كانه ايه كانه حمى النحاس بتاع البليت ده ان هو يا يا يتاكسد. وبعد كده بيرجع يعمل عمليه تانية اسمها عمليه بليتنج اوفر يعني بيرجع يابلاي طبقه نحاس تانية فوق الناحيه دي الطبقه الخارجيه من البورد وفوق الناحيه دي الطبقه الخارجيه من الناحيه دي. هو بيحط نحاس تاني يعني غير النحاس اللي كان على البورد بيرجع يبليت تاني يبليت اوفر الفيا دي وكمان بالمره ما هو بيديبوزيت كابر فمش هيعرف يفرق يعني هيرجع يتخن شويه النحاس اللي هنا والنحاس اللي هنا كده الدنيا اتقفلت اهي تمام. خلاص كده دي بقت جاهزه ان احنا نجيب بقى كونكتور ونلحمه في الباد اللي من تحت زي ما انا قلت ايه في الرسمه اللي احنا كنا بنرسمها بايدينا خلاص. فكده عشان يعمل عمليه الفيا بيعمل دريلينج وبعدين بليتنج وبعدين فيلينج بالايبوكسي وبعد كده بيعمل بليتنج اوفر يعني يغطي الدايلكتريك ده بطبقه تانية من النحاس عشان ما نشوفش الخرم بتاع الفيا ولا الدايلكتريك بتاعها الايبوكسي بتاعها. طب هي دكتور ليه كده بترديت مدام يعني مسافه قليله ما بينهم في نفس الوقت ما بين يعتبر ما بين مين ومين مش قليله ما خلاص بقى انا ما بقاش عندي ترانسميشن لاين ماشي فوق انا ممكن اخلي الدايلكتريك ده تخين. لا انا قصدي الفيا نفسها بترديت ليه مش بترديت مش ده ما تعلمناش ويف جايدز تمام. الدايلكتريك ده زيه زي الاوبتيكال فايبر تمام يقدر يشيل سيجنال لو محققين شرط الكاتوف الفيا اللي ماشيه دي شايله كارنت تمام. لو الكارنت ده بيقدر يكسايت الدايلكتريك مود تمام هنتعلم كلمه مود دي بعد الميتور تمام بالويف جايدز وهنطبق هنتكلم على الدايلكتريك وكمان لما بيشتغل بنفس الطريقه يبقى هيبقى في امكانيه ان في سيجنال تمشي هنا كده تمشي لاترال تمام تمشي ايه بالعرض بدل ما تكمل ايه وتمشي والكرنت يمشي ويدرايف كرنت تاني على الباتش والباتش تراديت لا مش هيستنى مو ده كرنت صح كرنت اللي ماشي على الفيا دي مفيش حاجه تمنعه ان هو يستابليش الكتريك فيلد في السبستريت دي. الالكتريك فيلد ده بقى هيمشي ولا يفضل قاعد تحت الباتش دي قصه ثانيه تمام. ممكن يفضل قاعد تحت الباتش ما يخرجش من تحتيها وممكن يكمل على حسب حل معادلات ماكسويل في المساله دي تمام. فدي هي بتبقى موجوده اسمها سيرفيس ويف ساعات بتسحب باور كبيره وساعات بتسحب باور قليله حسب انا محقق شرط تواجدها ولا لا تمام ماشي كده. طيب يبقى ده الطريقه الثانيه لان انا اعمل بي سي بي انتنا او اعمل برينتد انتنا. طريقه الفيدنج الثانيه اللي هي عن طريق ان انا بعمل فيا او بروب فيدنج تمام. ممكن اعمل الفيا او بروب فيدنج دي بان انا اجمع الطريقتين دول يعني اجي اعمل ايدج فيدنج للاير ثالثه تحت يعني ممكن نعمل حاجه زي كده يبقى الباتش قاعده فوق والسبستريت اهي تمام واجي احط ارض هنا كده تمام وبعدين اجيب لاير كمان يبقى كده هبتدي ندخل تاني في موضوع ان انا بقى عندي اكتر من لاير وبعد كده اجيب كونكتور على الايدج. الايدج يبقى هنا بقى في الحاله دي ده الكونكتور اهو نعمله بلون تاني عشان نميزه عن البتاع اللي هناك ده نعمله بلون ازرق مثلا ادي الكونكتور تمام. وبعدين السنه بتاعت الكونكتور زي ما عملته كده في مشروع السنه اللي فاتت بتلاند على الترانسميشن لاين بتاع اللاير السفلى تمام وافضل ماشي بالترانسميشن لاين لحد ما اوصل فين بقى
للبوينت اللي انا عايز اعمل عندها الفيدنج للانتنه. اه بالظبط كده. واقوم راشق فيا من تحت بقى خالص لحد فين فوق. طبعا وقتها ما ينفعش الارض تبقى موجوده كده متصله، لازم ايه نفتح فتحه في الارض عشان ننفذ مين، ننفذ الفيا. الفيا فدي طبعا احنا دفعنا 8 لير زياده، بس كده احنا وي ديكابلد المسالتين. انا ممكن وقتها اخلي الحته دي من السبستريت ايه بقى رفيع. اه يعني ندفع فلوس وكمان ما نستفدش، يعني دفعنا 8 لير ثالثه خلاص نرفع دي عشان تسبورت الترانزميشن لاين مود تحت، وندخن دي عشان تسبورت الباتش مود فوق، فدي تبقى بتراديت وتخانه الدايلكتريك كويسه، وداير ماشي بيجايد السيجنال وتخانه الدايلكتريك قليله، وبقى كل الناس مبسوطين دلوقتي، الباتش مبسوطه والترانزميشن لاين مبسوط. تمام. لا الستريب لاين بيبقى فوقيه ارض وتحتيه ارض، ده دخلت حاجه تانية بقى. تمام. طب دكتور هو ليه يعمل فيدين كده على كذا ليفل وهو مش كده يعني كل واحده بتسلم الثانيه بيبقى فيه انسيشن بس او يعني ريتيرن او ريتيرن حاجه زي كده بتحصل صح؟ ما احنا قلنا كل طريقه ليها ميزه وليها عيب. الطريقه الاولانيه انا شغال على لاير واحده لكن عندي مشاكل، الطريقه الثانيه شغال على كذا لاير وعندي مشاكل، الطريقه اللي في النص شغال على اتنين لايرز برضو بس لازم اشتري سبيشال تايب اوف كونكتور اسمه سيرفيس ماونتد كونكتور مش ايدج ماونتد. الايدج ماونتد هو المنتشرين وهم الارخص، السيرفيس ماونتد مش منتشرين وغاليين. تمام. مفيش حاجه there is no one size fits all زي ما بيقولوا يعني. تمام. مفيش حل وحيد للمساله ومفيش حل هو ده الاوبتيمم لكل الابلكيشنز. تمام. كل ابلكيشن ليها خصوصيتها وليها ريستريكشنز بتاعتها. تمام. لكن الحل ده عنده مزايا ان الفيدنج ستراكشر معزول عن الرادييتنج ستراكشر، فده في حته وده في حته، بديزاين السبستريت بالطريقه اللي انا عايزها. تمام. وفي نفس الوقت ممكن كمان الحته اللي مرفرفه من الترانزميشن لاين قبل ما يطلع منها الباتش الفيا دي اعمل بيها ايه اللي انتم شايفينه ده، الحته اللي انا مزودها دي نسميها ايه، الزياده من اول النقطه دي لحد هنا ده عباره عن ترانزميشن لاين، ماله ده ستوب. اه يعني ممكن انا كمان اعمل ستوب تيونر في اللير، اعمل اي ماتشنج انا عايزه هنا. تمام. ستوب، اعمل كوارتر ويف قبل ما اوصل للفيا، اعمل اي حاجه. تمام. فكل عيب او كل طريقه لها عيب، بس ممكن تدينا ديجريز اوف فريدم نقدر نعمل بيها حاجات احسن في الديزاين. تمام. الطريقه الاخرانيه شبه الطريقه دي قوي. تمام. شبه اخر طريقه انا راسمها، تقول طب انا مش لازم احط فيا خالص، يشيل الفيا. تمام. ويبقى هعمل فتحه هنا، بس الفتحه دي هشكلها بقى، مش هتبقى مجرد فتحه تعدي فيا، هعمل فتحه لها ابعاد معينه such that الويف اللي كانت ماشيه في السبستريت اللي هنا دي. تمام. دلوقتي تعالوا نرسم كده شكل الالكتريك فيلد لاينز مثلا، اعمل حاجه زي كده. الفيلد كان ماشي في السبستريت دي، نجيبه تو فرونت بس عشان هو قرر ان يرجع ورا. تمام. الالكتريك فيلد كان ماشي ازاي؟ كان ماشي كده صح كده، وعمال ايه بروباجيت، وبعد شويه اتجاه الالكتريك فيلد بيقلب، والحاجات اللي انتوا عارفينها اللي خدناها ايه في ترانزميشن لاينز السنه اللي فاتت دي. بعد كده فجاه وهو جاي واصل للحته دي لقى فرق الارض بتاعته، حصل لها ايه؟ حصل لها ايه؟ حصل فيها فرقه صح؟ فيبتدي يعمل ايه؟ يعمل كده مثلا. طبعا هيفرنج وهيعمل كل الحاجات اللي نفسه فيها يعني، بس انا قصدي ايه، هيبتدي يخرج من الارض اللي كانت بتجايده ويبتدي يفرنج يطلع تحت الايه الباتش. لو انا اخترت ابعاد الفتحه دي مظبوطه هتخلي انف الكتريك فيلد يكابلو ثرو الابرتشر بتاعه هذه السلوت، نسميها سلوت. تمام. ويطلعوا يشتغلوا تحت مين، تحت الباتش. اول ما الالكتريك فيلد يظهر تحت الباتش يبتدي يمشي عليها ايه، هو الماجنتيك فيلد طبعا، يبتدوا ايه يمشوا عليها تيارات، فتبتدي الانتنه تراديت. طبعا الاوفرول ستراكشر ده في النهايه وانا واقف باصص هنا كده هبقى شايف ايه، شايف ايه؟ ايوه. وانا واقف فين معلش؟ وانا واقف كده عند الكونكتور ده بعد كل الهيصه دي هبقى شايف ايه هنا وانا واقف باصص هنا كده؟ انبوت
ابقى شايف ال ترانسميشن لاين انبوت ريزيستنس بتاعت الانتنة وعليها شويه حاجه كل الحاجات دي صح. ده بنسميه انتنة سيستم بقى. الانتنة سيستم مكون من باتش وسلوت وفيدنج لاين، واللاين ده ممكن يبقى في نهايته ستوب كمان بنعمل بي تيونينج. كل المنظر ده في النهايه هيديني سيرتن ايه سيرتن انبوت امبيدنس عندها حته ريال تمام. لو اللاين ده لوسلس، تعال نفترض الحاجه الايديا دلوقتي ولقينا اللاين ده لوسلس تمام، ولقينا ان انا واقف هنا كده بقيت شايف سيرتن انبوت ريزيستنس تمام. هو كان لاين اوبن سيركت وبعد كده طلعنا هنا الباتش دي عباره عن ستراكشر اوبن سيركت من كل الاتجاهات، ولقيت ان انا شايف من هنا انبوت ريزيستنس، يبقى معناها ان الباور راحت فين؟ راحت فين؟ راحت بره، حصل لها راديشن صح؟ طبعا ممكن يكون حصل لها راديشن، وممكن يكون واحد تحفه مش واخد باله ان الباور دي بدل ما تبقى راديتد بره يحصل المشكله اللي انا كنت لسه بتكلم عليها، ان هي راحت اتفسحت فين؟ في الدايلكتريك تمام؟ حصل ليكج. لو افترضنا ان المشكله دي مش موجوده يبقى هي ما عندهاش حته تروحها غير ان هي تطلع فين؟ تطلع في الهواء تمام. يبقى في النهايه انا حققت اللي انا عايزه، ان انا اي لونشت ا سيجنال من الترانسميشن لاين ثرو ا كونكتور، وصلتها للباتش عن طريق السلوت، وفي الاخر بقيت شايف شويه راديشن ريزيستنس، يبقى انا بعت الباور دي في الهواء تمام. فالطريقه دي ميزتها ان انا مش محتاج فيا، وزي ما اتفقنا عمليه عمل الفيا زي ما انتم شايفين فيها خطوات كتيره. هل دي معناها ان هي عمليه مكلفه؟ الاجابه لا، مش مكلفه ولا حاجه، لان التكنولوجي بتاعت البي سي بيز بقت فيري ادفانس، ان عمليه الفيز دي بتتم بليزر وحاجات حتى لو ميكانيكال بيعملوا، ممكن يعملوا الاف الفيز لو ما كانش مئات الالاف من الفيز على البي سي بيز الكبيره من غير ما يبقى الموضوع يعني ذات اكسبنس تمام. لكن لو انا ما عنديش فيز خالص يبقى انا بقول للمانيفاكتشرر انا هوفر عليك عمليه الدريلنج، ففي الاخر ده هتقلل برضه شويه في الكوست تمام. هنتكلم عليه بقى بالتفصيل بعد الميد تيرم ان شاء الله. صح صح تمام. انا ممكن اشيل كل ده كده ونعمل ايه بقى؟ نخلي الراديات هو مين بس كده خلاص مظبوط، ونخلص من الباتش. طب ايه الميزه؟ لما بيكون عندي سلوت وباتش بجيب باندوث اكتر من لو عندي سلوت بس تمام. السلوت دي نفسها ريزونانس ستراكشر والباتش ريزونانس ستراكشر، فممكن يبقى عندي دبل ريزونانس سيستم يديني باندوث اكبر من لو كانت السلوت هي لوحدها بتراديت تمام. طب دكتور معلش اتفضل. هو انا كده لما يعني انا دلوقتي لما كنت استخدم الفيا كان تقريبا بفيد تقريبا اغلب السيجنال، مش انا لما اشيل الفي انا كده عندي لوس اكتر جاي من لا 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 من الفيدنج. لا 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 مفيش. بص هو زي ما اتفقنا في الاخر انت بعت السيجنال في سيستم اوبن سيركت فيزيكالي هو اوبن سيركت صح. حتى لو في فيا وصلت للباتش، الباتش دي في النهايه متوصله بحاجه في الاخر، هي متوصله بريزيستنس فهترمي لها لو باور، لا هي برضو اطرافها مفتوحه زي ما في الصوره كده تمام. هي ما في مش واسطه بحاجه، هي السيجنال جايه من اللاين للباتش، جت لللاين بقى من الباتش عن طريق دايركت كونكشن سواء بنفس اللاير او عن طريق فيا جايه من لاير تانية او عن طريق باراسيتك كونكشن ثرو السلوت. في كل الحالات الباور هتوصل لستراكشر مفتوح اللي هو الباتش تمام. لو الباور دي وصلت للباتش والباتش رميتها في الهواء يبقى انا هشوف انبوت ريزيستنس، لو وصلت للباتش والباتش رجعتها لي تاني يبقى انا هشوف انبوت ايه رياكتنس، يبقى زيها زي الايه ترانسميشن لاين الاوبن سيركت تمام. بس هو اصلا اللي وصل للباتش راديشن من يعني يعتبر انا بعت له راديشن صح كده؟ لا انا بعت لها سيجنال، لو انا بتريس السيجنال انا بعت لها سيجنال تمام. السيجنال دي عملت عليها كارنت مود، حاجه من الاثنين، يا الكارنت مود دي از كيبل اوف رادييتنج اندر الكونديشنز اللي انت حاططها فيها، يا اما الكارنت مود دي مش عارفه تراديت وبالتالي هتوفر ليك هايلي رياكتيف امبيدنس، يبقى انا مش هاخد مش هتبعت باور في الهواء ولا حاجه تمام. تمام كده انا خلصت اللي انا عايز اقوله على الباتشز. بقيت تفاصيل هسيبها لكم، وكل واحد في المشروع بتاعه هيدخل بقى في الموضوع بايديه ويعمل اي ام سيميليشن ويحط بورتس ويطلع الراديشن باترنز والامبيدنس وحاجات زي كده. في اي اسئله؟ في حد كان بيسال حاجه وانا مش عايز اكمل الجمله. تمام
لو كنت بس عايز اسال المكان البوينت اللي بيحصل فيها الماتشنج دي احنا بنعرفه اناليتيكالي في حاجه معينه ولا بالسيميليشن بقعد اجرب او ايه؟ كويس جدا. هو يعني الناس اللي لو اشتغلتوا فيها يور جين ذا اكسبيرينس، لكن الناس عارفه ان انت مثلا في نص الباتش بيبقى عندك الـ يعني تخيل ان انت عندك ترانسميشن لاين، تمام؟ لو افترضنا ان الباتش دي ضيقت شويه، فانت في نهايه الباتش انت شايف مين اللي قوي، الفولتج ولا الكرنت؟ مين القوي، الفولتج ولا الكارنت؟ الفولتج. الفولتج قوي، يعني لو انا بوصل لنقطه في الحرف هنا دي هاي امبيدنس، تمام؟ طيب الباتش نفسها بقى امتدادها قد ايه، اللي هو اللي مسمينه احنا ال، تمام؟ هي عندها دبليو وعندها ال، كل ما ابعد عن الحرف اللي هو في الناحيه اللي هناك كل ما ابتدي اشوف الامبيدنس عماله تقل. طب انا عايز امبيدنس ايه، ضايعه خالص ولا عايزها 50 اوم ولا عايزها 100 ولا عايزها كام؟ ده اللي بيحصل يعني، تمام؟ فالارقام بتبقى عامله ازاي، لازم تبتدي تعمل انيشال سيميليشن. الاول تخلي الفيدنج على الحرف خالص وتشوف الاس وان عامله ازاي، لقيتها والله قريبه من الماتشنج خلاص كويس، بعيده قوي تبتدي تدخل جوه وتبتدي تعمل انذر ايه، انذر تري، لحد ما توصل لنقطه تكون مديالك الامبيدنس ليفل اللي انت عايزه، تمام؟ انا كده اتفضل. وانا بس حضرتك كنت مكتوب في السلايد ار زير اني ميكانيكال كونسيدريشن، بس هو هي ما حاجه عشان حاجه حصلت معايا السنه اللي فاتت. احنا عملنا المشروع بتاعنا، لما عملنا المشروع طلعت البي سي بي نفسها رؤيها خالص وكانت لجوه، فهل يا ترى وانا لما باجي بختار البي سي بي في حاجه بتبقى لها علاقه بالميكانيكال؟ طبعا طبعا، موضوع الـ PCB manufacturing ده ممكن ندي عليه كورس كامل، وأنا بتكلم عليه شوية، بدي شوية تفاصيل عنها في سنة رابعة، بس يعني ده this is not our scope، لأن ده الـ PCB manufacturing this is a mechanical discipline this is not an electrical discipline. يعني المفروض الناس اللي بتبقى متخصصة في القصص دي بيبقوا ناس جايين من mechanical engineering. طبعا إحنا كمهندسين بنستخدم الـ PCB، المفروض لو الواحد دخل في الموضوع ده ان هو بقى الشغل بتاعه مثلا في الاندستري اللي هيشتغل فيها او في الريسيرش اللي بيعمله، ان هو بيعمل ديزاينات الحاجات زي اللي احنا بنتكلم فيها، مالتي لاير بي سي بي عشان يعمل عليها انتنه او يعمل عليها اي ستراكشر، لازم يبقى فاهم الكونسيدريشنز دي. فاللي انت بتقوله مظبوط، ممكن اختار الحاجه تبقى رفيعه قوي فيحصل لها حاجه اسمها ووربج، يعني البورد تتني، هي تتني لفوق فتبقى بنسميها سمايلي فيس، التاني لتحت فيبقى اسمها ساد فيس، تمام؟ والمفروض ان عارف ايه البراكتسز المفروض الواحد يمشي عليها بحيث ان البورد ما يحصلهاش الكلام ده يعني، تمام؟ طب هو بس يعني مثلا مفيش حاجه مثلا عشان احنا بقى، عشان انا اتضايقت جدا لان هو ما اشتغلتش معايا، فضلت قاعد طول اليوم وما اشتغلتش. في حاجه اسمها ان انت في حاجه اسمها ان انت بتجيب حاجه اسمها بري كيورد سبستريت، تبقى معموله من حاجه اسمها كور، فالكور ده بيبقى ريجيد فمش هيحصل له ووربج، تمام؟ لكن لما بتجيب حاجه اسمها بري بريج، الماتيريال نفسها بتبقى طريه شويه، ممكن يحصل لها ووربج لان هي مش مسنوده، يعني مش محطوطه على كور ناشف شويه. فهو اختيار الماتيريال بيفرق، بس الكلام ده مش طبيعي انك تعرفه دلوقتي يعني، تمام؟ طبعا مثلا ممكن مثلا نستعمل مثلا حاجه زي اف ار 4 كده. ما هو الاف ار 4 ده اسم النوع، لكن النوع ده ممكن نوع من انواع روجرز، فهو طلعت معانا رفيعه خالص واتنت، فانا مش عايز الموضوع ده يطلع معايا برضو في المشروع هنا. طب نبقى نتكلم فيها لما تبتدي خلاص توصل لمرحله اختيار، اقول لك ده هيتني ولا مش هيتني. ما هو على اساس الاختيار البي سي بي هنعمل على الحسابات اللي دي، عشان ما انت الحمد لله في الانتن ابلكيشنز هتختارها تخينه غصب عنك عشان تطلع بترادييت شويه، تمام؟ فوقتها مش هتبقى عندك المشكله دي، فانت ابعت لي الاختيار قبل ما تختاره واقول لك دي هيحصل فيها المشكله دي ولا لا. تمام، شكرا يا دكتور. تمام، العفو. ناخد اسئله بقى لو حد عنده اسئله للامتحان. حد عنده اسئله؟ طيب نفتح بس هفتح دي هفتح بس الايادي دي واحده، هناخد بترتيب الايادي المرفوعه. حسام سيد، سمحت يا دكتور. حسام، اتفضل يا حسام.
هو الالكتريك فيلد بتاع الدايبول الشكل بتاعه بيختلف على المكان اللي انا بانجكت فيه. الالكتريك فيلد بتاع الدايبول ما احنا اتفقنا على حاجه ان احنا مفيش حاجه اسمها الالكتريك فيلد بتاع الدايبول. في حاجه اسمها الدايبول ده شايل انهي مود, وعلى حسب المود بيتحدد الكرنت ديستريبيوشن وتوزيعه الالكتريك فيلد اللي طالعه من الدايبول. فلو انت بتتكلم على ان هو دايبول شايل الهاف ويف لينث ديستريبيوشن للقبه الواحده يعني, فده شكله مش هيختلف حتى لو غيرت الفيدنج بوينت. اللي هيتغير في الفيدنج بوينت الامبيدنس اللي احنا هنشوفها. تمام, انا مفترض ان انت يبقى درايفنج ا سنجل مود. طيب هل انا ممكن لما احط الفيد بوينت في حته يبقى عندي اكتر من مود فيبقى شكل الديستريبيوشن مش قبه واحده؟ اه ممكن يبقى يحصل الكلام ده لو انت محقق شرط وجود المود الثاني, فيبقى وقتها شكل الكارنت هيبقى مجموع اثنين مودز على بعض. تمام, فوقتها يبقى شكل الالكتريك فيلد يتغير وشكل الكارنت ديستريبيوشن هيتغير. تمام. معلش كنت عايز اسال في حاجه كمان. اتفضل. البولاريزيشن, هل لما نيجي نحدد نوع البولاريزيشن في احنا عشان بنتعامل في السفيريكال, هل هتكون الطريقه زي ما كنا بنعتبرها في الكارتيزيان؟ يعني احنا مثلا في الكارتيزيان لو لينير كنا عشان هي تبقى لينير تبقى مثلا في اتجاه واحد او في اتجاهين الفرق ما بينهم مثلا 0 او 180, هل ده كمان نقدر نقوله في السفيريكال مثلا تبقى عشان تبقى لينير يا اما تبقى في سيتا بس او فاي بس او تبقى في الاتجاهين ويبقى الفرق ما بينهم 0 او 180 برضه؟ فهمت قصدك. بص الاول عشان نفهم الموضوع, البولاريزيشن بتاع الانتنز مهم للاوبزرفر البعيد. تمام, الاوبزرفر البعيد بيشوف السفيريكال ويفز اللي طالعه من الانتنة بلين ويفز. يعني انا واقف بعيد دلوقتي عن الانتنة, فالسفير الكبيره دي انا بقيت بشوفها ايه, اكنها بلين لان انا بعيد قوي, فانا مش شايف ان في كوره. الكوره بقت بالنسبه لي اكنها مستويه من كتر ما هي بعيده يعني. تمام, طيب وانا واقف بعيد كده انت بتقول ثيتا ولا فاي ولا مش عارف ايه. تمام, انا بقيت واقف بعيد, فانا يا اما شايف ان الويف اللي جايه لي دي خط هوريزونتال او خط فيرتيكال. تمام, طبعا اتجاه ثيتا بالنسبه للاوبزرفر البعيد هو الاتجاه الفيرتيكال اللي انا واقف على الارض يعني. تمام, هبقى شايف ان ده الاتجاه الفيرتيكال. لو انا واقف في الهواء هبقى شايفه اي اتجاه, بس انا شايفه ستيل خط مستقيم. تمام, الالكتريك فيلد مع تغيير التايم ده تعريف البولاريزيشن مش كده, هو شكل الالكتريك فيلد بيرسمه لما اغير التايم. فلو هو بيرسم خط, الخط ده along ثيتا او along فاي مش فارقه معايا يعني, هو كده اسمه لينير بولارايز. لو هو بيرسم دايره بسبب ان الفيلد كان عنده ثيتا وفاي كومبوننتس, كل كومبوننت مع الثانيه عامله 90 درجه جي يعني في منهم جي, يبقى انا كده بتكلم على سيركلر, يا رايت هاند يا ليفت هاند على حسب الرايت هاند رول. طب معلش يا دكتور, بناء على الكلام ده اللي كان بيسال السؤال انا جاوبته كده يا حسام ولا يا دكتور؟ طيب احمد بس اللي عليه الدور. احمد منصور, معلش يا دكتور السؤال. لما يكون عندي دايبول اللينس بتاعه اكتر من لندا, لما يكون بيدي اكتر يعني من لوب اكتر من لندا, اكتر من لندا فهو يعني هو لو اقل من لندا دايما هيدي لوب, فده اكتر من لندا. لا لا, لندا على اثنين بيبقى عندك وان لوب مش لوب, لوب كارنت لوب يعني قبه يعني قبه كارنت. تمام, لو لندا على اثنين واحده, لو لندا اثنين اكتر من لندا هندخل في الثالثه. تمام, يعني مش ده نقطه. انا نقطه مثلا انا عندي المعادله وعايز احسب البيم دايركشن, يعني هو باشمهندس في السكشن كان قال يعني المينيمم مثلا عند الزيروس كنا بنساوي المعادله بصفر من فوق نعرف نجيبها, بس عند الماكسيمم اما كنا بنفاضل دي احيانا تبقى رخمه لو مثلا يعني المعادله مثلا يعني ساين جواها كوزاين مش عارف ايه مش هنعرف نجيب لها ناحيه من واحده. تمام, مثلا نفرد اللي فوق اعلى حاجه واللي تحت اقل حاجه, ده احيانا ممكن في مثلا مساله الشيت كان لا دي يعني بس انت شايف الشاشه مش كده؟ تمام. طيب انت بتقول انت هو ادالك حاجه مثلا كارنت انتنه طويله فالكارنت ديستريبيوشن عليها عمل حاجه زي كده مثلا ولا ايه؟ لا انا مش قصدي على الام كده, انا قصدي لا انتنه طولها اكتر من لامدا الراديشن باترن, قصدي لا يطلع فيه اكتر من لوب نفسه. مش تمام, انا فهمت قصدك. تقول ماثيماتيكالي عشان احدد اتجاه الماكسيمم يا اما بفاضل يا اما مش عارف بشوق امتى اللي فوق يبقى ماكسيمم لوحده وبهمل اللي تحت وحاجات زي كده. تمام, مثلا في مساله طيب خلينا اقول الطرق وبعد كده لو انت عايز تسال على مساله محدده الطرق التقليد
طيب قول عايز تسال في ايه. ماشي عايز اقول مثلا في بعض حاجات بتدي يعني الرينج المسموح لايرور مثلا كان في بعض المسائل بتدي 12 درجه فرق عن الماكسيمم فده هيفرق جامد. حلو قوي. امتى الايرور يبقى مقبول وامتى ما يبقاش مقبول صح كده؟ ده سؤالك يعني صح؟ طيب انا مش عارف اعرف الماكسيمم بالظبط اكزاكت. انا طيب كويس جدا. طيب طريقه تحديد اتجاهات الماكسيمم في طرق اكزاكت زي ما انت قلت يا اما بفاضل الطريقه الوحيده لو كانت المعادله مش باين لها حاجه كده معينه بالنظر يبقى ما عنديش غير ان انا هفاضل صح كده وادور امتى التفاضل هيبقى صفر تمام. طريقه في طرق تانية ابروكسيميت اشهرهم الباشمهندس قال لكم واحده منهم ان هو بدور على الماكسيمم بتاع اللي فوق امتى اللي فوق بيبقى ماكسيمم وخلاص تمام. ده بتبقى الاكيوريسي بتاعتها مش وحشه لو كان اللي فوق بيتغير بفريكوانسي اسرع من اللي تحت بكتير تمام. يعني لو كان اللي فوق fast varying function واللي تحت slow varying function الماكسيمم بتاع اللي فوق ممكن يبقى indicative enough تمام. في طريقه تانية ان انا بطلع اتجاهات النلز بطلع اتجاهات الايه انا ده radiation pattern مثلا ولقيت ان في نال كده ونال مش عارف كده اي حاجه انا بعمل اي حاجه دلوقتي دول اتجاهات النلز اللي عرفت اطلعهم اللي هو اتجاهات الاصفار بتاعه اللي فوق تمام. امتى اللي فوق بيبقى صفر given ان اللي تحت كمان مش صفر يعني مش اللي فوق صفر واللي تحت صفر ان اللي فوق صفر واللي تحت صفر هتاخد الليمت صح كده وتشوف امتى يبقى غالبا هيطلع لك اتجاه ماكسيمم. افرض ان انت طلعت اتجاهات الاصفار فانت ممكن كتقريب تقول النقطه الافريج ما بين صفرين كل افريج ما بين صفرين هيبقى فيه ايه هيبقى فيه سايد لوب واحد منهم هيبقى المين بيم فانت الاول هتاخد الافريج بوينت وتيفالويت الراديشن باترن عند الافريج بوينتس ما بين كل نال واللي جنبه وبعد كده تشوف مين فيهم هو اكبر واحد ده كده هيبقى اتجاه المين بيم والباقيين هيبقوا اتجاهات لوبز صغيرة مش هي دي المين بيم تمام. تمام كويس. ايرور كبير بقى ولا مش كبير؟ الايرور الكبير بنعرفه حسب البيم ويدث تمام. البيم ويدث احنا قلنا فيه نوعين في ال 3 دي بي بيم ويدث وفي الفيرست نال بيم ويدث. لو الايرور بتاعي اقل بكتير مش بكتير يعني مثلا نقول نص ال 3 دي بي بيم ويدث فيعني مش وحش قوي تمام. لو الايرور بتاعي لا مقرب من 3 دي بي بيم ويدث كده ايرور وحش. طيب على اي الاحوال اللي بيطلب التقييم لازم يبقى واضح هو عايز كالكوليت بيقول لك كالكوليت او كومبيوت ولا بيقول لك استيميت. لو هو لك جيفن استيميت فانت بتقول له انا يعني هفترض ان الماكسيمم بيحصل في الحته الفرنيه وده الاستيميت بتاعي تمام. اوكي باي طريقه من الطرق اللي انت عايزها لو انت تقول لي انا شايف ان الطريقه دي مديه ايرور شكله مقبول تمام. بس ما يبقاش ان الايرور ده يطلع ان الاتجاه طلع بره بعد النال مثلا. انت بتقول انا بدور على اتجاه الماكسيمم بين الاثنين نالز دول فطلع ان الاتجاه اللي بالحسبه عشان انا عملت تقريب وحش قوي طلع لي الاتجاه ده هنا مثلا يعني كده بهرج بقى صح. اه الفكره بس كلها في المين بيم عشان احسب الدايركتيفيتي في الاخر يعني. مظبوط اه طبعا الموست اكزاكت انك بتفاضل مش لو عندك وقت تفاضل ان يعني لو عندك وقت تفاضل في الامتحان فاضل ما هو مش يا دكتور وسيب اللي يطلع بره. ما هو بص الباشمهندس اللي بيبقى بيسال بص احنا متفقين انا ما اعرفش شات جي بي تي قال لي احله ماشي. انت ممكن تعمل فور ذا سيك اوف تايم ما هو برضو جزء من الامتحانات انك يبقى عندك تايم مانجمنت يعني ها اعمل استيميت وقول انا هفترض ان الماكسيمم موجود في اتجاه الافرج ما بين الاثنين نالز ولا الماكسيمم بتاع اللي فوق وخلصت البتاع وكملت الامتحان وبعدين لقيت نفسك قاعد زهقان حرام في اخر الامتحان من كتر ما انت خلصت الوقت كله يعني خلصت الامتحان كله لسه عندك وقت تمام. ارجع بقى واقعد فاضل مفيش مشكله. اوكي تمام شكرا مشمان يلعب تلعب. طيب مين تاني عندنا؟ ايمن اتفضل يا ايمن. دكتور لما احنا كنا بنجيب الاي سيتا وبعد كده بنقول مثلا خلاص الاتجاه بولاريزيشن في اتجاه اي سيتا كان بنقول عايزين نحط الانتنة بتاعت الريسيفر هنحطها في اتجاه سيتا ازاي بقى هنحطها في اتجاه سيتا حركه مش انت اللي عرفت المحاور؟ وانا لو وقعت ولا لا. طيب انت اللي عرفت المحاور فانت دلوقتي جيت الانتنه كانت موجوده هنا كده مثلا تمام. انت قلت انا هحط الانتنه على الزد اكس صح كده وعرفت اتجاه زد وعرفت اتجاه ثيتا
ايه هو اتجاه ثيتا؟ هو اتجاه الـ الـ لو انا الاوبزرفر واقف هنا، انا عندي اوبزرفر واقف هنا مثلا، صح؟ الاوبزرفر واقف هنا كده، وانا عايز اشوف اتجاه ثيتا عند الاوبزرفر، فبتوصل خط من الدايبول لحد الاوبزرفر وتقول اتجاه ثيتا هو الاتجاه العمودي على الخط الواصل ما بين الانتنة والاوبزرفر بوينت، صح؟ ده اتجاه ثيتا اهو. تمام ماشي، يبقى كده انا احط انتنة في الاتجاه. هتحط لو الانتنة اللي انت بتحطها دايبول برضو، يعني هي المفروض بتستقبل السيجنال دي، يعني اليوزر ده اللي هو انا عامله نقطة، الانتنة اللي في ايده من نوع اللي اسمه دايبول، فهحطه oriented parallel لاتجاه ثيتا، الاتجاه ده كده. تمام مش، طب هو لو يختلف اكيد طبعا لو هو مش دايبول. لو مش دايبول هتشوف الاورينتيشن بتاعه بناظر للبولاريزيشن اللي هو عايزها، يعني لو كانت الريسيفنج انتنا لوب، لو الريسيفنج انتنا لوب، فاللوب انتنا انا يهمني ان اعرف اتجاه الماجنتيك فيلد فين، واخلي الماجنتيك فيلد موازي للاكسس بتاعها. يعني افرض ان انت دلوقتي بتقول انا عايز احط لوب هنا، طبعا حلو المساله دي، ممكن انا لسه ما خلصتش الامتحان، يلا لو انا عايز احط لوب هنا اعمل ايه بقى؟ عايز احط لوب في اتجاه في النقطه اللي واقف عندها الاوبزرفر ده، احطها اورينتد ازاي بقى؟ ممكن بنديكلر على ال الدايبول على الورقه. تمام، القاعده ايه بقى؟ القاعده ان انا بشوف الماجنتيك فيلد، الالكتريك فيلد اتجاهه كده واتجاه البروباجيشن لبره، الماجنتيك فيلد فين؟ عمودي على الالكتريك فيلد، يعني اكنه طالع، او ناخد الاكس، فين الاكس اللي هنا عند الجدع ده؟ في اكس هنا علامه في ولا اي حاجه هنا؟ فين هي؟ اهي كويس. فلو الالكتريك فيلد عامل كده يبقى الماجنتيك فيلد ايه شكله؟ هيبقى داخل، عشان اي كروس اتش تدينا ار، صح كده؟ فالماجنتيك فيلد في النقطه دي داخل، انا عايز اللوب تبقى عامله ايه بقى؟ الماجنتيك فيلد يعمل فيها ايه؟ يبقى موازي للاكسس بتاعها، صح؟ يبقى كانه موازي للاكسس بتاعها، يبقى انا هحط اللوب كده، صح ولا ايه؟ عشان الماجنتيك فيلد يبقى بيخترق البلين بتاعتها يعني. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني هي المفروض واقفه بره السبوره عشان اتخيل، صح؟ لا دي هي كده على مستوى السبوره، صح ولا ايه؟ على مستوى، ايوه اه تمام تمام، عشان الماجنتيك فيلد يبقى داخل، يبقى بارلل للاكسس بتاعها يعني. ايوه تمام كويس. زي دكتور لو حطينا الالكتريك فيلد، الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد، اللوب، اللوب بتبقى اكنها ماجنتيك دايبول في الاتجاه بتاع الاكسس بتاعها، تمام؟ طيب انا عايز الماجنتيك دايبول ده يبقى موازي للماجنتيك فيلد، يعني اكن انا ممكن اشيل ان هي لوب واحط ان هي دايبول، بس الدايبول ده هيبقى ماجنتيك، يعني انا ممكن انسى ان هي لوب دي واحده كده اهي، وافرض ان هي اللي ده بس نعمله بالاحمر، تمام؟ خلاص الدايبول ده فين بقى اتجاهه عامل ايه بقى؟ لو اللوب تعالى نعملها مبططه كده عشان نبقى يعني متخيلين، ده دي اللوب اهي، تمام؟ الدايبول ده بيبقى طالع من الاكسس بتاعها، خلاص كده؟ انا لو انا عايز فيرتيكال هوريزون، لا 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 انا ما انا يتعامل مع اللوب يتعامل مع الدايبول المناظر، الدايبول المناظر بيبقى اللون احمر ده، ده ماجنتيك. يعني ايه ماجنتيك؟ يعني هو بيدور على الماجنتيك فيلد عايز يبقى موازي ليه، يبقى انا هنسى اللوب واحط على الاكسس بتاعها ايه؟ حاجه حمراء كده، الاحمر ده اللي هو مين؟ الماجنتيك دايبول، انا عايز ده يبقى بارلل للماجنتيك فيلد اللي جاي لي هنا. فين الماجنتيك فيلد؟ هو مين؟ هو مين؟ هو ده الاكس دي، يبقى انا عايز بتاع الشاشه بالظبط، يبقى انا عايز الخط الاحمر ده هو كمان يبقى داخل جوه الشاشه عشان يبقى موازي للماجنتيك فيلد، يبقى اكن اللوب هتبقى عامله ايه؟ هتبقى زي ما هناخد ده كده ون ايه ونلففه، فيبقى اكن اللوب هي جايه كده هترجع تبقى كانها مع الشاشه، ويبقى الماجنتيك دايبول اللي احنا كنا شايفينه ده هيبقى هو كمان ايه؟ داخل جوه الشاشه كده، اللي هو يبقى النقطه الحمراء دي، تمام؟ فكده هو بقى موازي للكروس السوداء الحمراء دي اللي هي اتجاه الماجنتيك فيلد اللي جاي من الراديتنج انتنا اللي هنا كده، الاثنين دول بقى ايه؟ بقوا مع بعض، صح كده؟ فاهمين ولا ايه؟ هو انا ليه حطيت الاثنين، معلش ليه حطيت ماجنتيك دايبول وحطيت اللوب في نفس الوقت؟
ولا انا بتعامل مع واحد من الاثنين بس؟ هنتعامل مع واحد من الاثنين. تمام تمام يا دكتور. هو ايه الماجنتيك دايبول ده؟ انا بقول يا اما هتعامل مع اللوب وادور امتى الماجنتيك فيلد يبقى عمودي على البلين بتاعت اللوب او موازي للاكسس بتاعها، يا اما لو انا ما بحبش اللوبس هشيل اللوب واحط مكانها حاجه اسمها ماجنتيك دايبول مكافئ، عباره عن دايبول عاديه بس بتحب الماجنتيك فيلدز. تمام. هو انا بس اتلخبطت على سن الدايبول، يعني لو ده دايبول فعلا فهو كده يعني مش هيبقى مكافئ لللوب دي، علشان الدايبول مثلا الالكتريك فيلد هيبقى في اتجاه مثلا فعلا هو مش دايبول، قلنا ماجنتيك دايبول. تمام ماجنتيك دايبول. تمام تمام تمام. مش ممكن احط احط الماجنتيك فيلد في اتجاه ار بتاع الماجنتيك فيلد بيراديت زي الالكتريك فيلد بيبروباجيت في اتجاه ار، لكن الماجنتيك فيلد كفيكتور البولاريزيشن بتاعه في المساله دي في اتجاه فاي، لان الالكتريك فيلد في اتجاه ثيتا. قصدي بتاع اللوب، يعني احط اللوب كانها الدايره، يعني احط الاتش بتاعها في اتجاه ار، يعني هتفرق مش الاثنين كده هيبقوا، يعني ايه الاتش بتاعها في اتجاه ار؟ يعني اخد اللاين احمر ده كانه في اتجاه الار بتاع الدايبول، يعني الفها بدل ما هي تبقى كده انا استفدت ايه؟ كده انا استفدت ايه؟ هو الماجنتيك فيلد اللي جاي لي من الترانسميتنج انتنا اللي هي الدايبول الالكتريك ده جاي في اتجاه فاي عند النقطه دي، فانا عايز احط اللوب اورينتد ساتش ذات ان الاكسس بتاعها في اتجاه فاي برضو. انت ليه عايز تحطه في اتجاه ار؟ هيبقى كده عمودي عليها، عشان يبقى عمودي على الالكتريك فيلد بس. لا 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 تمام. طيب عمرو حماد اتفضل. دكتور، هو كان في مساله كده كان فيها اسيمتريك دايبول، يعني كان فوق كان في 3 لامدا على 4 وتحت في لامدا على 4، فالحاجات دي يعني كان مكتوب يوزنج اري ثيري، بس احنا ممكن نحلها بالمعلومات اللي عندنا صح؟ لو ممكن تحلها بالمعلومات اللي عندك حلها بالمعلومات اللي عندك، لكن لو هي انا معتمد انك هتحلها بالاري ثيري، بدل ما انا كاتب في المنطوق يوزنج اري ثيري بتحلها بالاري ثيري اللي انت لسه ما خدتهاش، فانت مش هينفع اطلب منك تحلها بالاري ثيري انت ما خدتهاش يعني، لكن لو انت عارف تحلها بالطرق اللي انت عارفها دلوقتي حلها مفيش مشكله. هي دي تحل ايمج ثيوري صح يا دكتور؟ انا مش عارف هو بيتكلم على انهي مساله. هو بيتكلم على دايبول طول اللي فوق مختلف عن طول اللي تحت، فانا دي هضطر استخدم ايمج ثيوري. لا هو غالبا انا كنت لو انا كاتب في المنطوق يوزنج الاري ثيوري انا كنت عايز اتاكد ان الناس فاهمه ان احنا ممكن نحل مسائل الدايبولز الطويله اللي عندها اكتر من اوبت ترانسميشن اوبت كارنت احلها على انها مالتيبل دايبولز عددهم n بعدد الأوبب، واستخدم الحاجه اللي هيتعلموها في الاريز في اخر الكورس. يمكن انا اكون وقتها في الترم ده درست الاريز بدري شويه. يعني انا كنت اسمع اتنين دايبول يعني اشتغل اسمع لانه دايبول ودايبول وطبق حاجه اسمها السبيس فاكتور ابروتش هتاخدوه في اخر الكورس ان شاء الله. تمام يا دكتور. كان الثلاث اربع لامدا وربع لامدا وكان بينجكت عند الماكسيمم بتاع قبه منهم، فهل كده نقدر نستخدم القانون بتاع الالكتريك فيلد اللي احنا هنبقى عارفينه يعني اللي احنا كنا بنستخدمه ونكمل بعد؟ حلو سؤال حسام او بقيه سؤال عمرو. الاكسبريشن اللي احنا طلعناه في المحاضره للدايبول لازم الواحد وهو بيشتغل بالحاجه يبقى عارف الاصل بتاعها والاشتراطات اللي كانت موجوده فيه ايه. احنا كنا مفترضين ان ده سيمتريكالي فيد او سنتر فيد دايبول، الفيدنج بوينت كانت عند السنتر، وجبنا الكرنت ديستريبيوشن من الترانسميشن لاين المناظر اللي هو كان في نهايته اوبن سيركت، وخدت طول من فوق قد طول من تحت، وعلى هذا الاساس احنا كتبنا الكرنت ديستريبيوشن اللي عليه. تمام. والله لو انا عملت ترانسميشن لاين مش سيمتريكالي فيد بس الكرنت ديستريبيوشن اللي عليه طلع زي حاله لو انا عملت الفيدنج في السنتر، يبقى كده التكامل اللي هو بتاع الراديشن انتجرال بدل ما انا هحط في النهايه نفس الكرنت ديستريبيوشن هيطلع لي نفس التكامل. تمام. لكن لو كان شكل الكرنت ديستريبيوشن كعدد أوبب او كاتجاهات للكرنت فوق وتحت وبيقلبوا مش عارف ايه ما كانتش زي اللي طالعه من الترانسميشن لاين المناظر، يبقى الاكسبريشن اللي احنا مطلعينه مش هيبقى ابليكابل، مش هيبقى فاليد. مفهوم؟ بس يا دكتور احنا كده لو كان اللامدا ده لو كنا جينا نعمل انجكشن في النص كان هيبقى شايفين امبيدنس عاليه قوي، فكده ده يعتبر مود انا مش بدعمه. تمام. لو كويس يعني لو انا كان عندي لو انا بقول انا عندي واير كده تمام
الواير ده شايل ده طوله one wavelength، وانا بقول لك هو شايل what current modes. تمام؟ فالcurrent modes اللي مسموح بيها على الاستاذ ده current mode عاملة كده اللي هي single hump، طبعا حسب الفريكوانسي اوف اوبريشن اللي احنا شغالين بيها زي ما قلنا في الكورس، في واحده كده تمام، وممكن يبقى عليه اللي هي دي الثانيه اللي هي ممكن يبقى عليه نفس، لو نفس البتاع ده ممكن يبقى عليه كده، او طبعا مضاعفات. تمام؟ لو ده طوله، لو هو كان طوله 1 ويف لينث، وانا ما بتكلمش على فيدنج، انا بقول ان هو حته سلكه طولها 1 ويف لينث، فهيبقى عليها كده صح، لان هو الاثنين كارنت همبس مش هيبقوا في نفس الاتجاه. لكن لو انا جيت قلت لك ده هو طول 1 ويف لينث وانا عملت له فيدنج في السنتر، تمام كده انا هروح اجيب الكارنت ديستريبيوشن بتاعه من الترانسميشن لاين المناظر، فوقتها الترانسميشن لاين المناظر هيطلع لي كارنت ديستريبيوشن عامل كده، وبعدين عامل ازاي عكسه معاها، لا معاها وعامل معاها مش عكسها. تمام؟ ليه؟ لان الكارنت السورس اللي اتحط في النص، الدلتا سورس اللي اتحط في النص اللي كان جاي من الترانسميشن لاين قلب اتجاه الكارنت غصب عنه. تمام؟ قلب اتجاه الكارنت ايه؟ غصب عنه، لان لو جيت لففت دي كده ولففت دي كده هيديني كارنت رايح يمين وواحد تاني رايح شمال، اللي هو كان فعلا موجود في الترانسميشن لاين اللي في نهايته اوبن سيركت، اللي هو كان قصده كده وبعدين اتنى عشان نعمل الدراعين اللي فوق. طيب هي دي كده علاقتها ايه بالالاوبل مودز؟ دي مود عباره عن مجموعه من المودز الهاي اوردر مودز دي ودي ومش عارف مين ومين ومين، لحد ما يوصل ان مجموعهم بقى واحد باصص لفوق واحد باصص لفوق برضو. تمام؟ وده كونسيستنت مع ان المود دي شايفه اولموست انفينيت امبيدنس. تمام؟ يعني دي اساسا عشان اسبورتها انا محتاج استابليش كارنت شايف انفينيت امبيدنس عند الامب. اوكي؟ طيب دي الراديشن كاركترستكس بتاعتها هي نفسها بتاعت دي؟ الاجابه لا، دي مود عندها كارنت بيبص لفوق وبيبص لتحت، دي مود الكارنت او يعني كارنت ديستريبيوشن مش مود بقى بسبب فورسد باي الفيدنج بوينت دي بص لفوق وبص لفوق، فلما كامل دي هيطلع لي حاجه، لما كامل دي هيطلع لي حاجه تانية. تمام؟ واضح جدا ان مثلا دي في الاتجاه ده اللي هنا دي بتراديت بقوه ولا بضعف؟ اللي هي الموديل اللي احنا شايفين الامبيدنس بتاعتها وحشه عاليه في دي راديشن وحشه، كله بيقول كده انش الراديشن المفروض هنا حلو. طبعا القبتين بيساعدوا بعض في الاتجاه ده، بس هو ازاي بقى اللي يعني دي بس يا باشمهندس دي واحده بس قبل ما دي واحده، انت قلتي ده الاثنين هيساعدوا بعض في الاتجاه ده صح كده؟ يعني الاوبزرفر اللي واقف بعيد ده بيراديت وده بيراديت، الاورينتيشن نفس الاورينتيشن بتاع الكرنت هيساعدوا بعض. طب اللي هنا بقى دي لا دول بيعكسوا بعض. يبقى دي زي دي بالظبط، عند الاوبزرفر اللي واقف بعيد هنا ده بيطلع نفس الراديشن بتاع ده بس عكس الاتجاه، يبقى دي اكيد عندها نال في الاتجاه ده، يبقى الكرنت مود دي داز نوت راديت في اتجاه البور سايد. الكرنت ديستريبيوشن اللي جاي من الانجكشن الفورس من السورس ده بيراديت ماكسيمم في اتجاه البور سايد. تمام؟ فما ينفعش انا كنت جاي في المحاضره تكامل الكرنت ديستريبيوشن اللي جاي من الترانسميشن لاين اللي بيفيد الدايبول عند نقطه عامه في السنتر فور اربيتراري لينث. تمام؟ وطلعنا اكسبريشن عام كوساين كي ال كوساين ثيتا ناقص كوساين ناقص ساين ولا ناقص كوساين كي ال على ساين ثيتا، ده از فاليد فور اني ال. تمام؟ از لونج از ان الكرنت ديستريبيوشن بيفولو اي نود ساين كي ال ماينس ماجنيتيود زد، اللي هو الكرنت ديستريبيوشن اللي جاي من الترانسميشن لاين اللي اتقطم اطوال متساويه فوق وتحت. لو انا قلت لك انا عندي الكرنت ديستريبيوشن ده ما ينفعش اروح استخدم نفس الاكسبريشن، لان الكرنت ديستريبيوشن ده مش الديستريبيوشن اللي جاي من الترانسميشن لاين المناظر. طيب الديستريبيوشن ده بقى انا اعمله ازاي؟ لو انا جيت فتحت مثلا الدايبول هنا تمام وحطيت سورس عند الدلتا جاب دي او عند النقطه دي، انا كده بدرايف المود دي ولا مش بدرايفها؟ بعمل لها اكستيشن ولا لا؟ كده بقوي المود دي. يعني انا كده بكابل للمود عند نقطه في عندها كارنت
كويس يعني مش هاي امبيدنس بوينت مفهوم. فانا كده I'm driving this current mode, I'm coupling to this current mode. تمام. طيب لو احنا كنا بن ريزونيت مع الموديل اللي هو اللي كان بس عشان ابقى قفلت السؤال بتاع عمرو كان بيسال المساله كان فيها مش عارف لندا على 4 تحت يعني لندا على 4 فوق صح كده. الجزء اللي على اليمين هو الرسمه الاولى من السؤال والجزء اللي على الشمال الرسمه اللي في النص هي دي الجزء الثاني من السؤال. فالاولانيه احنا قلنا خلاص مش نفس الثيري او مش نفس الفرض بتاع الكرنت ديستريبيوشن اللي احنا كنا قايلينه في الاول مش هيسري عليها لان الكرنت دول هيطلعوا فيه هم كده وهم كده فهبقى شايف انفينيت انبوت ريزيستنس من النص او محتاج ان انا سبورت ان يكون في انفينيت ريزيستنس في النص. طيب الشكل على الشمال بقى انا بانجكت عند لامدا على 4 فوق ولامدا و3 لامدا على 4 تحت. فبالنسبه للحته اللي تحت او ان انا بانجكت عند هنعمل ايه في المساله دي؟ هناخد نكتب اكسبريشن للكرنت. اولا هختار المحاور بتاعتي احط الزد بصفر هنا احطها هنا يعني يبقى عندنا ايه فطنه بالنسبه للمساله اللي انت شفتوها في الامتحان. يعني كل واحد طبعا حلها بطريقه ممكن احط الزيرو زد بتساوي صفر هنا واكتب الاكسبريشن هيبقى سهل. ما واحد عايز يحط زد بصفر هنا ويكتب الاكسبريشن بس يتاكد طبعا ان الايه الساين او الكوساين بتاعته بتقلب ومعديه مظبطه الاورينتيشن بتاع الكرنت. وانس ان احنا كتبنا الكرنت ديستريبيوشن هنعمل ايه؟ ما ينفعش نجري ونستخدم الاكسبريشن النهائي اللي في المحاضره. لكن الحاجه اللي ما فيش فيها اختلاف ان الالكتريك فيلد هيبقى تكامل اي اوف زد برايم احنا كتبناها اي تو ذا بلس جي كي زد برايم كوساين ثيتا صح كده. اعمل التكامل ده هطلع اكسبريشن مش هيبقى زي اللي احنا طلعناه اللي هو كوساين كي ال مش هيطلع حاجه ثانيه. ممكن يطلع شبهه بس هيطلع حاجه مختلفه. ممكن بدل الكوساين تطلع ساين يطلع اي حاجه. تمام. هاخد الاكسبريشن ده وارسمه. تمام. يعني ادور على اتجاهات الاصفار اللي هو السؤال اللي احمد اعتقد احمد منصور سال عليه. هطلع اتجاهات الاصفار عرفت فاضل وطلعت اتجاهات الماكس معرفت ما عرفتش وقررت ان هعمل استيميت واتحمل ان الاستيميت ده ممكن يبقى فيه شويه ايرور احتمال يكون مقبول واحتمال ما يكونش مقبول. اعرف منين حضراتكم مهندسين تعرفوا تقدروا الاستيميت ده مقبول ولا مش مقبول. ممكن الواحد يعمل حاجه بسيطه يعني لو واحد مش عايز يفاضل هيعمل استيميت بالمثلا الافريج اللي ما بين 2 نالز وبعد كده ممكن ياخد 3 4 درجات يمين و3 4 درجات شمال ويحسب على الكالكوليتر لقاها بتزيد ممكن ياخد له كمان زقه في الاتجاه اللي بتزيد فيه يبقى كده يقرب شويه من اتجاه الماكس كده ما فاضلش بس عمل حاجه ايه يعني سام وير ما بين ان هو جاب الافريج وبعدين عمل ترايل اند ايرور لحد ما قرب الاتجاه ازيد شويه قرب للنيوميريكال زي السيكنت يعني هيبقى شويه نيوميريكال يعني ده لو هو عنده وقت يعني احنا اتفقنا احنا مش بنتحاسب مع بعض على ان انا ايه بقفشكم ان انتوا عملتوا غلطه في الحساب يعني ببص الناس بتفكر صح ولا لا ممكن يبقى نيوميريكالي ما عرفش قوي يجيب احسن حاجه بسبب يا اما ان الوقت ضيق يا اما هو مش شاطر في التفاضل مثلا. فيعني نبتدي نتكلم في اللي يتنقص هنا يعني ربع درجه ولا ثمن درجه يعني تمام لكن عمرها ما هتبقى الدرجه كلها. تمام. انا قلت لحضرتك قلت دلوقتي ان ممكن انا اجيب الحاجه اللي تخليها دي واحده. مين رافع ايده؟ مين رافع ايده؟ انا كنت بتكلم في ده عمرو كمل يا عمرو كده خلصت جبت سؤالك ولا لسه؟ تمام. انا يعني خلاص بس النظام كده لازم في الحالتين لازم احل من الاول ولازم هيكون في ابروتش مختلف عن اللي احنا كنا عاملينه في المحاضره في الاول لان الانشكشن يختلف حتى لو الامبيدنس في الحاله اللي على الشمال هتكون يعني شبه اللي انا كنت شايفه في المود اللي هو اللي كان في هامب واحد. طيب لا. لا 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 الجمله الاخرانيه دي غلط. ليه؟ مين قال ان عشان انا بانجكت في نفس النقطه اللي شبه اللاند على 2 دايبول تطلع الامبيدنس هي مش هتطلع هي خالص مالهاش علاقه. الامبيدنس احنا حسبناها ازاي؟ جبنا التوتال باور راديتد من الكرنت مود او من الكرنت ديستريبيوشن ده وبعدين قلنا التوتال باور راديتد دي هنسبها للكرنت عند الفيدنج بوينت تربيع في ار وقلنا يبقى الار هتبقى هي الباور راديتد على اي تربيع. هل الباور راديتد باي ا دايبول سبورتنج 2 كارنت همبس هو الباور راديتد باي ا دايبول سبورتنج 1 كارنت همب عشان بدل نفس النقطه يبقى نفس الامبيدنس؟ الاجابه لا. فلازم نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا ان الريزيستنس اللي انا بجيبها عن طريق ان بنسب الراديتد باور للكارنت عند الفيدنج بوينت معتمد على الراديتد باور مش معتمد على الكارنت اللي عند الفيدنج بوينت فقط. تمام. فيعني ما توصل يا ريت يا جماعه ما حدش ابدا يوصل لكونكلوجن الا لما يبوت ات
تو ذا تيست، يعني انا لازم اجرب. اه انا مفترض كده، طب ما اجي اجرب كده، هو انا حسبت الانبوت امبيدنس ازاي؟ جبت التوتال باور عن طريق اني كملت الباور دنسيتي على كل اتجاهات الفراغ وقسمتها على اي تربيع او على نص اي تربيع لو انا شغال ماكسيمم مش ار ام اس. تمام، والله لو الماث طلع كده ابتدي اشوف هو الماث ده ميك سنس ولا لا. من غير ما اعمل انا الماث دلوقتي انا بقول لك لا، غالبا مش هيطلع كده. ليه؟ لان الباور اللي الشكل ده بيراديته في الفراغ غير الباور اللي ده بيراديته في الفراغ، يبقى بالتالي عمر ما الانبوت امبيدنس او الانبوت ريزيستنس هتطلع هي هي. تمام يوسف، انت لايك الدور فعلا، اتفضل يا يوسف. انتوا مهتمين بالمساله دي قوي، حد قال لكم ان هي جايه في الامتحان ولا ماشي؟ لا بس كويس، هي كانت مساله رخمه يعني، بس ماشي كويس. اتفضل. ايوه اللي فوق النص الفوقاني، ليه الكرنت قلب اتجاهه؟ يعني هو ايه اللي يخلي الكرنت يروح للصفر لو ما كانش حيقلب اتجاهه بعد كده؟ ها ليه الكارنت ما جاش كده مثلا وراح عكس؟ ده اللي انت بتقوله يعني عكس اتجاهه؟ طب انا هزممك يا يوسف هزممك انا دلوقتي. ينفع يبقى عندي سورس كده ابن حلال اهو، تمام، واقول ان الكارنت داخل عليه من الناحيتين؟ ينفع؟ طيب خلاص اسحب كلامك بقى. ماشي، هو الترانسميشن لاين ده انا رسم الترانسميشن لاين، لكن احنا فاهمين ان وانا واقف باصص كده عند النقطه اللي احنا مفترضين ان هي تقريبا زيرو زيرو لينث، يعني كانها دلتا جاب يعني. تمام، اكني هحط لامبد سورس عند النقطه دي. تمام، فعند اللامبد سورس بوينت دي الكارنت لازم يبقى داخل من في تيرمينال وخارج من التيرمينال الثانيه. تمام، فده هو داخل وخارج، يبقى الكارنت بيفلو اكروس السورس في نفس الاتجاه، والا السورس ده بامب صح، بينقل الكرنت الشارجز من هنا يرميها هنا، فلازم الكرنت يكون بيفلو فيه كده. فانتوا لازم برضو تدخل تفضل في دماغكم السيركتس، اول ما اوصل لنقطه السورس اقلب سيركتس على طول. تمام، عايز افتح واحد معين ولا هتقول لي السؤال على طول؟ طيب قول. اه ايوه تمام. معلش ممكن تقول لي ده كان اسمه انهي سنه او حاجه عشان بس افتح المساله ابص عليها؟ مش فاكر. 2013 كنت فول 2013. تمام، ممكن ايه على الشاشه دلوقتي؟ لا لسه ما ظهرش على الشاشه. السلايدز لسه. السلايدز كان اللي هو اف اوف ثيتا بايكو ساين تكعيب ولا انهي واحد يا يوسف؟ يوسف كويس، انت بتقول بقى هو عايز ايه ال 3 دي بيبي ميت مش كده؟ طيب ايه المشكله؟ هتدور على حل المعادله اللي يخلي الكوساين تكعيب فانكشن تنزل للنص او الواحد على جذر 2 الاول طبعا بالنسبه للفيلد او نص الباور يعني. الكومبوننت الثاني من اللي في اتجاه فاي
لا 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 ال 3 دي بي بيم ويث بيتحسب في كل بلين لوحده. تمام؟ بيتحسب في كل بلين لوحده. يعني انت ببص على لا انا فهمت قصدك. المفروض ان الالكتريك فيلد يعني انت لما ببص على الالكتريك فيلد لو هي الانتنة دي السيركلي بورايزد فانت ببص على المركبتين في البلين المعين. انت لازم تاخد كات تاخد سيرتن كات يعني. تمام؟ لو انت بتبص في الثيتا في البلين اللي بيحتوي على الثيتا دايركشن مع اتجاه الاوبزرفر يبقى انت بتبص على ال 3 دي بيم ويث بتاع الكومبوننت دي. بس بافتراض ان الكومبوننت تانية في المساله دي زي ما هو قال بعد كده ان الفاي كومبوننت دي كروس بولارايزد فانا من الاصل ما ببصش عليها لان انا من الاصل مش عايز استقبلها يعني. تمام؟ وهو كمان انا شايف كان قايل لك في المساله ان ماجنيتيود A اكبر من B و C يعني ال A هي شايله الكومبوننت الانتندد يعني. تمام؟ وبعدين لا هو الدايركتيفيتي في كذا نوع من الدايركتيفيتي. حاجه اسمها بارشل دايركتيفيتي في حاجه اسمها فول دايركتيفيتي للانتن. في العادي الناس بتهتم بالبارشل الكو يعني بيبص على الثيتا كومبوننت لان دي الانتندد بولاريزيشن فبيبص على الدايركتيفيتي بتاعتها هي لوحدها فبالتالي البيم ويث بتاع دي لوحدها. غالبا انا كنت اتكلمت مع الكلام ده في الناس في بتاع دخلنا في تفاصيل البارشل دايركتيفيتي والكلام ده زي ما اتفقنا في جزء كبير من الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت. انا كنت داخلين فيرتيكال اكتر بحكم ان المنهج كان المحاضرات اكتر وانه ما كانش فيه ويف جايدز في الموضوع كانت الناس اخذتها في السنه اللي قبلها اساسا فكنت بتكلم بقى والناس عارفه يعني ايه مودز ويعني ايه ويف جايد وحاجات زي كده وقعدنا بقى نتكلم في تفاصيل كتيره في الانتنز اكتر من اللي بديها لكم يعني. يعني you can skip المسألة دي يعني ما يعني ما ممكن ما تبقاش قوي يعني within اللي أنا نفسي امتحنكم فيه يعني. طب دكتور هو ينفع تقول لنا إيه اللي حركت نفسك يعني النفس حركت امتحنا فيه؟ لا اللي أنا بمتحنكم فيه وأنا بتقولكم ينفعش يعني أقول لك إيه؟ طب أنا خلاص ما أنا بقول لكم أنا بمتحنكم في إيه لأن أنا ده اللي بشرحه لكم في المحاضرة. أنا أنتوا أنا الطلب مني إن أديكم امتحانات سنين قبل كده لكن أنا مش هقدر أعدي على مسألة وأقول لكم يعني المسألة دي you can solve it. أنا ما بقولكوش إن ما بتعرفوش تحلوها بس ممكن تقفوا عند النقطة زي اللي يوسف سأل عليها مثلا هو أنا أعرف منين إن هحسب بتاع التوتال إلكتريك فيلد ولا بتاع الثيتا كومبوننت بس. معلش يا دكتور المسألة اصلا مش واضحة احنا شايفين نفس السلايدز. اما عايز ابقى تمام هوقف الشيرنج وافتح الشيرنج بتاع المسألة. حاضر ادي فول 2013 ونشير المسألة. طيب كويس ان في ناس مش شافتهاش فمش لازم طب نغمكم ليه طيب في ناس مش شافتهاش. ماشي فين السكرين انا كده مش هلحق احط الامتحان اسمع علينا يعني. ادي الامتحان دي المساله اللي مش دي اللي بتسال عليها يوسف. تمام اغلبيه الدفعه ما حلتهاش المساله دي مش مشكله يعني عادي كويس مش مشاكل ما فيش يعني مساله يعني الناس لو كانت نشيت على اللي موجود الموضوع فيري ستريت فورورد يعني بس هي فعلا كنت اتكلمت عليها كتير في المحاضره الموضوع ده بس في ناس ما بتركزش. انتوا انا ما اتكلمتش معاكم على الموضوع ده ان احنا ما دخلناش في ده ديب يعني. تمام بس يعني you can solve it or not yes you can solve it يعني بس انا زي ما اتفقنا الفوكس بتاع الكورس بتاع السنه دي مختلف عن الفوكس بتاع الكورسات بتاعه السنين اللي فاتت. تمام فانا مش طبيعي ان انا افوكس على حاجه وبعد كده اروح امتحنكم في حاجه مش ما كناش مش دي الهدف ان احنا بنركز عليها في الكورس يعني ده بس قصدي يعني لكن تعرفوا تحلوها لا تعرفوا تحلوها يعني تعرفوا تضحروا فيها يعني. تمام ايه تاني حد عنده اسئله ثانيه ندخل على مين المصطفى مصطفى عمر اتفضل يا مصطفى. هو كان في مساله في امتحان كان بيقول انا عندي دايبول وتول لاندا على الاثنين بس بعمله ديزاين في الهواء وانا اخذته ممكن تقول لي بس انهي امتحان يا مصطفى. انا مش عارف صراحه في انهي امتحان يعني انا شفت المساله لوحدها كده مش عارف هي في انهي امتحان. هي كانت مساله تشوز يعني بسيطه بيقول ان انا عندي لندا على الاثنين دايبول
وليها وانا عامل لها ديزاين كده بس وهي في الهواء يعني. فدي الامبيدنس بتاعتها اللي هي 73، فانا خدتها حطيتها في ميديم تاني الابسلون بتاعته بتسعة وبيقول لي احسب الار تاني، فانا حسبتها يعني مش مشكله في كده. بس عندي سؤال، لو انا عملت حاجه زي كده الماتشنج بيفضل موجود بما اني نقلت كل حاجه الميديم التاني، ولا انا ظابط الماتشنج في ميديم معين لو جيت نقلته ما بيبقاش موجود؟ دي انت شايفين الشاشه ولا مش دي؟ هو كان سؤال اصلا، سؤال صغير ثانيه. Half of length dipole used as a part of wireless sensor buried in a medium having the electric constant of 4 transmit. شو ده؟ فانا بعت حضرتك السؤال وانا مش بعت هنا فين. طب قول لي السؤال بصفه عامه، مش مشكله مش لازم ناخده على انه السؤال. انت عملت half of length dipole في الهواء بعدين غطسناه في ميه ولا عملنا فيه ايه؟ حطيناه في ميديم ثاني الابسلون بتاعه بتسمع بس كده. كويس. فهو كان ديزاين فيزيكالي على انه لاند على 2 عند فريكوانسي معينه في الهواء. فضل بنفس الفيزيكال لينث ده، هو دخل في ميديم تاني بنفس الفيزيكال لينث صح؟ دخل في ميديم تاني. طب الفيزيكال لينث ما اتغيرش، امال ايه اللي اتغير؟ الويف لينث في الميديم التاني ده عند نفس الاوبريتنج فريكوانسي اتغيرت. يبقى هو الكتريكالي هو بقى يا اطول يا اقصر على حسب الدايلكتريك كونستنت بتاع الميديم الجديد، اطول ولا اقصر صح؟ هو كان بيقول لي احسب الار وانا حسبتها، انا حسبتها وحليت المساله الحمد لله. بس هو السؤال بقى، انا عندي سؤال ثاني. هو لو انا عامل ماتشنج على في الهواء كده وخدت كل حاجه نقلتها الميديم الثاني ده، الماتشنج بيفضل موجود ولا لان دي لا ما مش الامبيدنس اتغيرت؟ خلاص ما الامبيدنس اتغيرت، يبقى الماتشنج لو انت محافظ على نفس الماتشنج اللي فوق، يعني انت كنت مثلا عملت الماتشنج مع 50 اوم سورس وبعدين انت نقلته فالامبيدنس بتاعته اتغيرت لان هو بقى شايف ميديم تاني وبقى بيسبورت كارنت ديستريبيوشن تاني، يبقى خلاص الماتشنج ما بقاش منتين. ايه اللي هيخليه منتين؟ ولا توصل الماتشنج ال مع بتاع بولاريزيشن امبيدنس ولا بولاريزيشن ماتشنج؟ كنت بسال عن الامبيدنس وبما ان حضرتك قلت بولاريزيشن فاقول البولاريزيشن. هو لو انت انا شكلك بتسال على المساله دي اللي هو بيقول لك لو الريسيف باور ريليتيف تو تي اكس، انا دي مساله منكم مختلفه شويه اعتقد. هو كان بيقول هنا في هاف اوف لينك دايبول مش عارف ايه دايلكتريك 4 ترانسميت مش عارف ايه كذا، وهاف اوف لينك دايبول از اتس ريسيف انتنا فور ذا لينك تشوزن تو بي ريزونانت. يعني هو لا هنا دي يمكن مش عارف، دي مختلفه شويه. يعني هو بيقول في اثنين دايبولز، واحد غطسان في ميديوم واحد ثاني قاعد في الهواء، واحد منهم الاثنين ريزونانت، ان الاثنين لاند على اثنين بس في الميديم بتاعهم يعني، فواحد منهم هيبقى طوله مختلف عن الثاني. هو بيقول هنا هات اللينث بتاع البيرد دايبول ريليتيف للار اكس دايبول مثلا، فالتي اكس دايبول ده اللي مدفون في الدايلكتريك المفروض طوله يبقى لاند الدايلكتريك على اثنين، بينما اللي قاعد في الهواء طوله هيبقى لاند الهواء على اثنين عشان يبقى ريزونانت في الهواء ده ريزونانت في الدايلكتريك. فالار اكس ده هو اللي قاعد في الهواء، يبقى ده هيبقى لاندا مود على 2، والتي اكس اللي بيسنس حاجه مدفونه قاعد في ميديم دايركت كونستنت بتاعه 4 المفروض طوله هيبقى لاندا دايركتك على 2 بس. وبعدين هنا بيقول مش عارف انبوت ديتيرمين سبيشال انبوت ريزيستنس بتاع الدايبولز ان تيرمز اوف الانتجرلز جيفن ان ذا فورمولا شيت والميديم بارامترز. فالاثنين لاندا على 2 دايبول، يبقى التكاملات اللي موجوده is valid لان الاثنين شايلين current distribution هو تمام. بس في كاتش، اولا لازم تفترض ان اللي قاعد في الميديم المدفون ده اللي هو اللي قاعد تحت ده مش حاسس بالهواء، يعني مش متحمل بالهواء، بحيث ان هو نقدر نفترض ان هو قاعد في الدايلكتريك فقط تمام. واللي فوق برضو قاعد في الهواء مش شايف قوي الريفلكشنز اللي راجعه من الدايلكتريك تمام، وبالتالي برضو الامبيدنس بتاعته هتبقى هي الاكسبريشن اللي فوق اللي موجود في الفورمولا شيت بتاع الانبوت ريزيستنس بتاعه الدايبول اللي هي كانت 73 تمام. ال 73 دي كانت فيها قبل ما تحسبوا بيها ال 73 كان فيها ايتا تمام. فانت المفروض ايتا بتاعت الميديم ده هتبقى غير ايتا بتاعت الميديم ده، فهو مش هتطلع الانبوت امبيدنس بتاعت الاثنين 73 عشان هو شايل لاند على اثنين ديستريبيوشن اللي هو ال1 هامب، لان الايتا بتاعت ده غير ايتا ده، فلازم تطلع ان الامبيدنس بتاعت ده غير الامبيدنس بتاعت ده مش الاثنين 73، هيبقى في فاكتور اللي هو جذر الابسلون ار يعني. ايوه
فانت عملتها كده ولا ما عملتهاش كده؟ هو انا جبت يعني جبت الاكسبريشن بتاع الار وسبت الايتا في جذر 100 على ايبسلون وعوضت بالايبسلون ايبسلون ار في ايبسلون نوتا كويس. وبعد كده اخر جزء في السؤال بيقول احسب الباور يعني دي مساله حلوه مثلا يعني دي مساله من الحاجات اللي احب ان انا امتحنكم فيها مثلا لو بتسال يعني امتحنكم فيها ولا لا دي بنتكلم على حاجات سيستم ليفل وده اللي احنا قعدنا نتكلم فيه في الاول فانت الواحد هنا زي ما يكون هيكتب حاجه زي معادله فريس تمام وبنتكلم على الدايبولز وحاجات ريزونانت ومش ريزونانت والكلام ده اللي هو السكوب ده يعني ما دخلناش قوي في تفاصيل البولاريزيشن سيركلر ولا مش سيركلر طب وكده سيركلر واكسيال ريشيو كام ولا الحاجات اللي كنت بتكلم فيها مع الناس دي. هو بيقول 50 اوم امبيدنس فهنشوف بقى المس ماتش بتاع كل واحد فيهم كام لان كل واحد 73 واحد ما اعرفش هيطلع كام. وبعدين بيسال على الانتنة بيمز ار بيرفكتلي الايند والبوزيشن از ماتشد تمام. فهنا هنكتب معادله فريس ونشوف بس المس ماتش لوس اللي موجود. وانا كاتب ستيت كليرلي الاسامبشنز كان الهدف من الجزء ده ان الناس تفترض ان المالتيبل ريفلكشنز اللي ممكن تحصل عند الانترفيس مهمله يعني ممكن يحصل وان ريفلكشن عند الانترفيس يعني لما السيجنال ترد تاني على الدايبول مش هنفترض ان هي حملت عليه تمام. ده افتراض. الافتراض الثاني ان هنفترض ان السيجنال اللي وقعت على الانترفيس ما بين الهواء والدايلكتريك كانت تقريبا بلين عشان نقدر نطبق قوانين الريفلكشن اللي انت اتعلمتوها في سنه تانية. يعني هقول على طول ان في جاما ده مقاس ده على ده زائد ده مش على انها سفيريكال ويف لان احنا ما اتعلمناش ازاي السفيريكال ويف بترفلكت من الدايلكتريك دايلكتريك انترفيس تمام. ولا الناس اللي سامعة تمام جماعة ولا انهارت منا ولا حصل لها ايه انهاروا لو ممكن اخر حتة تانية يا دكتور معلش اكتر في حاجة ممكن اخر حتة تانية معلش اعمل ايه عيدها تاني لو ممكن اخر حتة لا مش كلها اخر حتة اخر حتة انا عندي انترفيس كده وعندي دايبول قاعد هنا تمام والدايبول قاعد فوق واحد فيهم في الهواء واحد فيهم مدفون فانا بقول السيجنال اللي طالعه من ده سفيريكال صح السيجنال اللي طالعه من ده رايحه لفوق اللي رايحه كده دي سفيريكال ويف صح انا حضرتك اللي بترسم انا عشان السكرين انا اسف انا اسف انا اسف نشير الانتاير سكرين ورايح دماغنا محدش يبص على الامتحان بقى شايفين كده؟ لو بصينا هنعرف نحله ده سؤال مهم تمام شايفين كده الشاشة ولا ايه؟ اه تمام تمام. فهو بس السيجنال طالع من الدايبول اللي تحت للدايبول اللي فوق فكل اللي بقول ان ضمن الافتراضات اللي واحد كان المفروض يقول ان هو اهمل ان السيجنال اللي نازلة دي المفروض ان هي سفيريكال صح؟ هي المسافة مش بعيدة للدرجة ان هي بقت بلين بس احنا هنفرض ان يعني العشرة متر ولا معرفش كام اللي هو كان كاتبهم مش فاكر الرقم كان قد ايه السيجنال لازم المفروض ان هي عاملة كده مش بلين ويف. فقوانين الريفلكشن اللي اتعلمتوها المفروض كانت بتفترض ان السيجنال النازلة دي بلين ويف تمام. فانا هفرض اني هطبق قوانين البلين ويفز على السفيريكال ويفز. الابروكسيميشن ده حلو ولا مش حلو ده افتراض يعني ده اللي الواحد هيعمله في الامتحان عشان يعرف يحل زي ما احنا كده بنقول هنفترض اتجاه الماكسيمم افريج بتاع ايه ولا الماكسيمم بتاع ايه تمام. وبعدين نبتدي نتشالنج بعض في الاكيوريسي دي قصه ثانيه يعني بس على الاقل انا عرفت اجيب استيميت تمام. اه يعني انا حلها زي ما كنت بحل اللي هي مسائل البلين ويف اللي في الثانيه اه هعمل معادله فريس الاول لحد الانترفيس جبت الباور دنسيتي هنا وبعد كده اعمل شويه ريفلكشن لوس وبعد كده اكمل لحد الحته اللي فوق طبعا. فكروا فيها يعني هو مصطفى شكله فكر فيها وحلها وعمل حاجات قويه جدا. دكتور معلش كان عندي سؤال كمان هو كان في حاجه في المحاضره قلت لما جينا نطلع الار بتاعت لندا على 2 زي بقول 373 اتبسطنا ان هي قريبه من 75 عشان دي اللوسز بتاعتها قليله بس عشان قلت السيجنال بتوصلني ميتة فانا عايز اللوسز ما تزيدش يعني 73 دي حلوه بالنسبه للريسيفر بس مش بالنسبه للترانسميتر صح ولا حلوه بالنسبه للاثنين؟ اه احنا بنقول ان ال 75 اوم دي كانت الاوبتيمم كاركترستيك امبيدنس فور اللوست لوس للكواكسيال كيبل المتعبي هواء فديس واز ا كونفنشن طلع ليجاسي تمام.
دلوقتي الناس بقت شغاله برضو بال 75 اوم دي كملت على نفس الليجاسي نمبر والدايبول طلع الامبيدنس بتاعته كده تمام. فقالوا خلاص اتس اوكي يبقى انا مش محتاج ماتشنج. طيب بالنسبه للترانسميتر، الترانسميتر اللي هو مين بقى انت بتتكلم على مين؟ مين اللي بيبعت السيجنال؟ الساتلايت مش كده؟ مين قال لك ان الساتلايت شغال بدايبول اساسا؟ الساتلايت شغال بديش، عنده حاجه اسمها ترانسبوندر فوق بتبعت لبارابولويد ريفلكتور كده، فده عنده whatever impedance it is حتى واصل له كوأكسل ولا مش واصل له كوأكسل. هو هاي باور المفروض انه يبعت حاجه باور بتاعها عاليه شويه عشان تقدر توصل لحد الارض تمام. هيبقى بيبص وقتها هل الالكتريكال سترينث بتاع الترانسميشن لاين سيستم اللي شغال بيه يستحمل الكلام ده ولا لا. ممكن يكون شغال ويف جايد لو هو باور عاليه قوي تمام. يدو لو سمحت يا دكتور، واحنا ليه بس في الاسباب بتاع اللوب انتنا كنا بنعتبر ان الكرنت ثابت فيها مش بنعتبر ان عليها ويف؟ لو صغيره، لو يعني صغيره فانت اكنك خدت شورت سيركت ترانسميشن لاين اللي هو في نهايته بيبقى فيه ماكسيمم كارنت وخدت حته صغيره منها وعملتها لوب، فانت بفترض ان انت يعني ما بعدتش قوي عن النقطه اللي كان فيها الماكسيمم كارنت في الترانسميشن لاين، فالكارنت از اولموست كونستنت تمام. يعني ده ابروكسيميشن في حاله السمول لوب بس. احنا كل حياتنا ابروكسيميشنز يا احمد تمام. ما احنا مش هنعرف نحل المسائل اناليتيكال على السبوره ونفهم الفيزيكس بتاع الحاجه من غير ما نعمل ابروكسيميشنز. هي النقطه الابروكسيميشنز وحشه قد ايه تمام. تمام شكرا يا دكتور. العفو. شايف حد تاني رافع ايده؟ خلاص كده كله مبسوط. انتوا امتحان الصبح ولا بعد الظهر؟ بس قبل ما ناخد اسئله تانية. ماشي يا عم. تو بي تو اورز. امتحانكم الساعه كام؟ 12:30. طيب تمام خير ان شاء الله. ماشي يا دكتور. واحنا حوارات الايميل يا عم دي العامل طبعا الخطيه صح؟ بكلم عم. طيب انا عارف. اه طيب يا باشمهندس اللي تسال حوارات الايميج ثيري هتبقى معانا في يعني ايه حوارات الايميج ثيري؟ يعني مثلا حضرتك الليكتشر اللي فات قلت كذا شكل للواير انتنا وكده وسكوير وما اعرفش ايه وحاجات لذيذه كده. فاحنا ممكن تحتاج تطبقي الايمج ثيري عشان تحلي مساله انتنا. تمام. يعني انا ممكن اديكي انتنا على الارض، على ارض معينه، واقول لك ابتدي طلعي الراديشن كاركترستكس بتاعتها. فوقتها هتقولي انا ما بعرفش احل على الارض، هشيل الارض واحط الايمج كارنت وابتدي احل المساله بالاوريجينال كارنت مع الايمج كارنت وكامل عليهم هما الاثنين وطلع راديشن كاركترستكس. وابتدي ارجع اقول ما كانش فيه راديشن في الارض فحقطم الاكسبريشن للرينج اللي فيه ما كانش فيه ارض بس، او الرينج اللي اباف الارض يعني. تمام تمام. الايمج ثيري يعني انا مش همتحنكم في الايمج ثيري، انا هديك الايمج ثيري اذا تول بتستخدميها بالنسبه للكورس ده علشان تحلي مسائل الانتنز اللي قاعده فوق سطح ارض. بس يعني هنا هضطر الجا بقى للايكويشن الاصليه نفسها صح، اللي هو ما فيهاش جرين ابروكسيشن او جرين ايكويشن او كده صح؟ ما هي ما قلنا هو يا باشمهندس انت هتشيل الارض وتطبقي الايمج ثيري عشان ترجعي للانباوندد فري سبيس، وهتستخدمي عادي القانون بتاع جرين لان انت خلاص شلتي الارض. تمام اوكي تمام. ايه كمان؟ اسئله ثانيه؟ مش من الباشمهندسة، في اسئلة من غير الباشمهندسة لحد تاني غير الباشمهندسة؟ حاجة صغيرة بس يا دكتور. طيب هو احنا المفروض في ليكتشر كاملة على الريسيفنج مود بالنسبة للانتنة، بس احنا لحد دلوقتي احنا ممكن أي حاجة ممكن نحلها من السيستم ليفل، يعني ممكن مثلا يكون معايا الإفكتيف أريا أو الدايركتيفيتي. مظبوط. واشوف ال واعتبر ان الانبوت بص احنا كنا بنساله على اقول له المساله بتاعت الانتنه اللي احنا غيرنا الميديم بتاعها. مصطفى انت ناسي الترانسميشن بتاع يا مصطفى حميوته بقى حميوته. ايوه يا عم بيريكورد فويس على الواتساب بيشرح هو كان بيسال في ايه. مفيش مشكله انا عملت له ميوت اهو. طيب قول لي يا عم الار ايه الريسيفنج بروبرتيز هنتكلم عليها لان في بروبرتي ما اتكلمناش عليها خالص اللي هي الافكتيف لينث اللي هي منها بنحسب الاوبن سيركت فولتج اللي هو منه بنطلع الايكويفالنت سيركت موديل بتاع الانتنا في حاله الريسبشن. احنا خدنا الافكتيف اريا لان كان لازم نسمع عنها عشان نفهم السيستم ليفل ايكويشن اللي هي معادله فريز، فانت ممكن تستخدمها في اي مساله انت عايزها، بس انت مش فاهم اصلها جه ازاي او ايه علاقتها بالجين لاندا سفير 4 باي دي جت منين لحد ما ناخد المحاضره دي. تمام. طب وان انا مثلا يعني كان في اسئله كتير برضه في الامتحان بتاع الحضارات القديمه،
كان فيها يعني بيسأل على الالايمنت بتاع الدايبول مثلا او كده عشان ياخد الماكسيمم باور او البولاريزيشن يكون ما فيش بولاريزيشن لوس. فالكلام ده برضو المفروض علينا ولا لسه يعني عارف حلو ولا لسه الالاينمنت بتاع الدايبول؟ لا احنا هنقفل معادله فريس بتفاصيل كل الميس ماتش لوسز والبولاريزيشن ميس ماتش والكلام ده لما ناخد الريسيفنج بروبرتيز. فهنرجع تاني بعد ما نخلص الريسيفنج بروبرتيز نرجع نقول بقى يلا نتكلم على معادله فريس العامه بقى نحط كل الميس ماتش لوسز بعد ما نكون اتعلمنا ازاي نحسب كل كميه فيها. فممكن تلاقي في مسائل في امتحانات انا كنت بقول فيها احسب مثلا البولاريزيشن ميس ماتش لوس او احسب مش عارف ايه تمام. الحاجات دي بنرجع نريفيزت التاني بعد ما ناخد الريسيفنج بروبرتيز قبل ما ندخل على الريز على طول. تمام. يعني احنا بالنسبه للريسيفنج مود كل اللي محتاجين نعرفه دلوقتي هو السيستم ليفل اللي هو ان الايفكتيف اريا بلاندا سكوير على 4 باي في الجين وان انت ممكن تحسب اي انتنه بتستقبل قد ايه من اي انتنه تانية بافتراض ان ما عندكش اذر سورسز اوف لوسز في السك تمام اللي هي ان الجين يحصل فيه مس الاينمنت ان يبقى فيه عندنا بولاريزيشن مس ماتش حاجات زي كده دي لسه ما خدناهاش. تمام شكرا يا دكتور تعالى حضرتك. تمام حاجه تانية؟ انا بتاكد بس ان كنا بما اني في السؤال اللي هو لما كان بيسال لو غيرت الميديم الانتن الريزيستنس بتاعتها تبقى اتغيرت هي كمان ولا لا فالاجابه حضرتك قلت ان هي هتتغير صح؟ لو ايتا موجوده في الاكسبريشن بتاع الريزيستنس وهي المفروض ان هي موجوده لو انا فاكر صح يعني انا قصدي مش عايز اقول لكم قاعده وبعدين ترجعوا تقولوا الدكتور اسامه قال لازم هيتغير. احنا محتاجين نريفيزيت الاكسبريشن قبل ما نبص على الرقم اللي هو ال 73 ده. الرقم اللي هو ال 73 ده قبل ما يبقى 73 كان في حاجه كان في تكامل معين وقاعده فيه يمكن ايتا على 2 باي بره حاجه زي كده تمام. فلو كانت ايتا قاعده بره يبقى الريزيستنس از فانكشن اوف ايتا يبقى ايتا دي اللي هي جزء منها اللي هي فيها الميو والابسلون. يبقى لازم ارجع ابص تاني اشوف هو الاكسبريشن اللي انا حطيته ده كان في حاجه وانا شلتها نيوميريكال محتاج ارجع ارجعها تاني عشان احط الحاجه المظبوطه ولا لا. تمام. هو بالتالي كده لو بعمل فيدنج بالترانسميشن لاين بتاعي برضو الار بتاعته هما الاثنين لبعض ماتشنج ولا الموضوع برضو ترانسميشن لاين از افكتيشس ترانسميشن لاين احنا بنحطه عشان نطلع الكرنت ديستريبيوشن. اللي بيحصل في الحقيقه ان الواحد بيجيب سورس عنده سيرتن امبيدنس ويحطها عند الدلتا جاب اللي احنا بنفتحها في الانتن. بيحطه ازاي عند الدلتا جاب ذس از انذر ايشو. يعني بنعمل حاجه اسمها بالانس وبنعمل حاجه اسمها فيدنج ستراكشر عك كتير. لكن انت ما ترجعش تفترض ان انت في عندك فعلا ترانسميشن لاين كان 50 اوم ولا 75 اوم واصل ولما حطينا السيستم كله في الايتا دي او في الميديوم ده هو كمان كاركترستيك امبيدنس بتاعته اتغيرت. هو ملوش دعوه بالموضوع ده. تمام شكرا. تمام تمام. انا بس بتاكد ان محاضره الار اكس انا حاطط فيها فعلا الجزء ده يعني عشان بس هو سؤال في عمرو. احنا لسه هنرجع للنقطه دي وهنتكلم على الميس ماتش فاكتورز المختلفه اللي موجوده في معادله فريس يعني. تمام. ايه تاني؟ خلاص ننام بقى. شكرا لو حد عنده اي اسئله تانية من هنا لحد يوم السبت ممكن تعملوا بوست بيها على دي. يعني ممكن نعمل هنا نكتب كده ده الاكزام ده ميد تيرم اكزام كويستشنز. خلاص اللي عنده اي سؤال تاني يكومنت على البوست دي. تمام. هو هيبقى ريتن ان شاء الله دكتور صح؟ يعني ايه ريتن؟ لا مش شفوي. لا يعني ايه ريتن؟ مش مالتيبل تشويس يعني مش مالتيبل تشويس زي الفاينل هيبقى مالتيبل تشويس كله. ده هيبقى فيه اساي كويستشنز يعني هيبقى فيه مسائل زي اللي انتم شفتوها في الامتحانات اللي بعتها لكم دي. تمام شكرا. ماشي بس ما يمنعش ان يبقى فيه كم سؤال في الاول مالتيبل تشويس يعني هنعمل تشكيله يعني لكن مش كله مالتيبل تشويس. تمام تمام ماشي يا جماعه ربنا يوفقكم ان شاء الله. لو احتجتوا اي حاجه ابعتوا على